مساء الخير، مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى حلقه جديده من برنامج ساكن قرطاج. البرنامج يخصص للمترشحين للانتخابات الرئاسيه ومن رغب منهم في الحضور معنا. برنامج لكل المترشحين، قلت على نفس المسافة أيضا من كل المترشحين. ضيفنا اليوم يتراهن على قصر قرطاج، دخل السباق ليسكن قصر قرطاج، بدأ كاتب دولة ثم وزيرا ثم رئيس حكومة ثم أسس حزبا وهو في الحكم، شعاره ضد المافيا. هل له من الحجج أن يقنع التونسيين بهذا التوجه؟ ماذا له من الحجج بأن يقنع التونسيين؟ ماذا له وأيضا ماذا عليه؟ سنطرح كل الأسئلة الضرورية التي ينتظر التونسيين أن يجيب عنها ضيفنا هذا المساء في ساكن قرطاج، هو السيد يوسف شاهد المترشح للرئاسة عن حزب تحية تونس. لازمنا نوحدوا الشعوب. أنا فهمتكم. قلتوني أتولى ممارستي دعوة المواطنين انتخاب تمروا لن تمروا لن تمروا أبدا. ماناش فرد حكا. فهمتوني هذا هو الموضوع. قائم بمهام رئيس الجمهورية. حدثت لجنة لمقاومة الفساد، لجنة موازية لمقاومة الفساد، فيها أشخاص وأعضاء مشبوهين ومتورطين في الفساد. يوسف شاهد من الكاريسمات الكبار اللي تنجم تكون رئيس دولة. أموال تتضخ صندوق الدعم للاستهلاك، علاش ما توجهش للفلاح التونسي؟ علاش ندعمه في الفلاح الأجنبي بالتوريد؟ يعرف يتلقى الضربات أما مازال ما يعرفش لا يدافع على روحه لا يهاجم. مسألة السياحة الحزبية لربما زاد سؤال يتطرح عليها، لأنه سيعمل على أنه يوقفها ولا لا. ضيفنا في ساكن قرطاج السيد يوسف شاهد، مساء الخير، مرحبا، اهلا وسهلا. مرحبا سيد يوسف شاهد، تفضل. السلام عليكم. مرحبا بكم اذا الى هذه الحلقه من برنامج ساكن قرطاج. بعد شويه نمشيو الى الثقافه وايضا نمشيو الى الاسئله الاقتصاديه مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والسياسه الخارجيه و الأمنية، ونعود أيضا في عدة أسئلة لمالي ضيفنا هذا المساء وما عليه. نبحث في مسيرته ونبحث عن أخطائه التي ارتكب طيلة مرحلته السياسية التي عرف فيها في هذا الحوار، ونطرح كل الأسئلة الضرورية. قبل أن أبدأ معك سيد يوسف شاهد، نحب نقدم اعتذار لأنه أمس كان ضيفنا سيد عبد الفتاح مورو، وخلال الحلقة تم بث مقطع من فيديو تبين أنه هذا المقطع، وتبين حتى أنا قلتها وقت كنا في الحوار، أنه المقطع اللي خذينا منه الإكستري هذاك هو ليس الفيديو الأصلي، طلع معناها موجود على الإنترنت ولكن صار عليه مونتاج. نعتذر، نأسف، الخطأ غير مقصود ولكن خطأ بشري على الغالب، نعتذر عندما نخطئ نعتذر. نعود سعادي جزء من الفيديو الأصلي. هؤلاء الذين يكفرون بالمخالفة ويضربون لمجرد وجود مشهد لا يعجبهم، والذين يسبون ويشتمون، والذين ينظرون للحروب الطائفية، والذين يدعون للتقاتل بين المسلمين، والذين يتصورون أنهم يفعلون ذلك من أجل الإسلام، هم أبعد ما يكونون عن فهم هذا الدين العظيم الذي قام على أساس لا إكراه في الدين، وقام على أساس لست عليهم بمسيطر، وأنه لم يأمر أحدا ولم يفرض على أحد إلا ما تبناه بمحض إرادته. هذا جزء من الفيديو الأصلي، إذن لم يكن لا يحرض على شيء ولا يدعو إلى التعصب وإلى الدولة الإسلامية ولا شيء. دونك نعتذر مرة أخرى للسيد عبد الفتاح مورو على الخطأ الذي ارتكبنا دون قصد. سيد يوسف شاهد، نبدأ معك بحدث اليوم.
إقرار الإضراب العام في المستشفيات وعمال الحظائر أيضا يهددون بإضراب مفتوح. سيد سبشاهد، وأنت رئيس حكومة ولكن وضعت مهمتك بين قوسين، دونك ماكش مباشر الآن لمهام رئيس الحكومة، نجم نقوله في كونجي للتفرغ للحملة، ولكن هذا إضراب يقر أي هذا الفرق بعد فسلي. هذا الإضراب في المستشفيات العمومية من طرف الأطباء، وأيضا بالنسبة لعمال الحظائر، بالنسبة للأطباء طالبين بالزيادة في الأجور ولكن ما فماش تفاوض معهم للزيادة، دونك إضراب يومي 9 و10 من سبتمبر مش ناقص السبيطارات. ثم عمال الحظائر يقول كان فما اجتماع يوم 28 أوت، نذكر مليح أنه كان فما اتفاق أنه هالمسألة هذه بتاع عمال الحظائر تنهى منذ مارس، ثم جوان لازم تكون انتهت، هذا في الاتفاق الممضى يبدو لي مع الاتحاد العام تونسي للشغل أثناء زيادة في الأجور، هو قاعدوا 28 أوت وال28 أوت لم يغلق هذا الملف. شكرا سي أبو بكر على الاستضافة أولا، وتحية لكل مشاهدي القناة. بالنسبة لعمال الحظائر، ملف شائك، ملف صعيب، قدمنا فيه فما أكثر من 75 ألف عامل في الحظير، ناس ما تعرفش مليح، هذه تراكمات قبل الثورة. عملنا زوز جلسات، كانت هناك جلسة للأسف تغيب عليها الاتحاد العام التونسي للشغل، والفكرة هي يجب نعطيه التصور للناس هذوما، هذوما ناس تخدم موجودين في كل فيهم، حتى اللي عنده شهادة عليا يخدموا في الإدارة، يخدموا في الولايات، يخدموا بطريقة غير مسترسلة، فما الحظائر الفلاحية والحظائر الجهوية وبأجور مهينة أيضا، بأجور معناها ضعيفة فعلا. هما كل ما يصير معناها إعادة الريفاليريزاسيون دو سميغ يتمتعوا بهذايا، وصار 3 مرات في السنة ترفيع في السنة الأخيرة. فما خدمنا على خطة مستقبلية باش العمل الهش هذايا يتم القطع معاه نهائيا على الأقل في 3 ل5 سنوات القادمة، لأنه العدد كبير ما نجموش ندخلهم الكل في الوظيفة العمومية، هذايا واضح، ولكن فما اقتراحات، فما شكون معناها ينجم يخرج يعمل مشروع، فما شكون ينجم يقع معناها، فما حقيقة فري بزوان في الوظيفة العمومية للعمل يتم اللي يقوم به. فحضرنا معناها خارطة كاملة لكيفية التصرف مع المنظومة هذه، وكان هناك اتفاق مع اتحاد العام التونسي للشغل، ستكون هناك جلسة أخرى أعتقد الأسبوع القادم للنظر في ما تقترحه الحكومة. بالنسبة للأطباء، بالنسبة للأطباء فما جلسة يوم الاثنين الساعة 4 في هذا الموضوع، ولكن حاب نقول أيضا أن هناك تفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص الأجور الأطباء والأساتذة الجامعيين والمهندسين، هذوما طبقات الحقيقة في السنوات الأخيرة فقدوا نوع من البوفوار داشا، لأنه معناها الزيادة في الأجور كانت زيادة تصير بطريقة مراعاتش لكاتيجوري هذوما اللي هما معناها لكور دو ليليت متاع الدولة ونخبة الدولة. نخبة الدولة، فهناك راوند دو نيغوسياسيون قاعد يصير توا مع الاتحاد، وتقدمنا أشواط كثيرة، وإن شاء الله ربما في الأسبوع القادم يكون هناك نتيجة. يبدو لي التفاوض كان مفروض يبدأ في جويلية سيد يوسف. هو التفاوض طبعا كان يبدا في جويلية، التفاوض ديما صعيب ماهوش سهل، لانه احنا نحبوا احنا واعيين بالوضع الصعيب نتاع الفئات هذيه، ولكن ايضا عندنا امكانيات محدوده للدوله، عندنا توازنات ماليه، ما نحبوش زاده نخرجوا من التوازنات الماليه نتاع الدوله. شو سبشاهد مترشح للانتخابات الرئاسيه، سؤال نطرحه على كل الضيوف، علاش تحب تكون رئيس تونس؟ انا اولا قدمت ترشحي بعد تفكير عميق، لأنه المسألة ليست مسألة بسيطة، معناها منصب رئيس الجمهورية ليس منصب بسيط، وأنا تحملت كما قلت المسؤولية لفترة 3 سنوات، فترة صعبة جدا، وتحملي المسؤولية خلاني نطور رؤية لتونس ونطور مشروع ونطور حلم لتونس، هو تونس، أن تونس أقوى اقتصاديا، أقوى أمنيا، أقوى في السياسة الخارجية. معناها معرفتي لدواليب الدولة خلتني نشوف شنوما المشاكل من تونس من بنزرت البنجردان، ونعرف شنوما الحلول، ونعرف علاش الحلول ما نجمناش نحطوها في السنوات القليلة القادمة. في بعض الحالات نقول قائل شبيك أنت ما قمتش به هذا، لأني نعرف علاش كان وين كانت العوائق، فبالتالي أنا أحمل رؤية ومشروع لتونس في 10-15 سنة القادمة لمعناها الانتقال بتونس إلى الدول المتقدمة والدول معناها، وهذا قادرين عليه بنجم نفسر كيفاش. فأنا قررت أيضا أني أترشح لأني أطمح أن أمثل جيل جديد من السياسيين، تونس اليوم في حاجة إلى جيل جديد من السياسيين، واللي يقول شباب مش معناها
ما عندوش خبرة وما يعرفش يلزم الشباب يتقلد المسؤوليات العليا في البلاد. أيضا قررت أني أترشح لأني معناها أريد أن أبني الدولة العادلة، الدولة اللي يشعر فيها المواطن حقيقة بقيمة المواطنة متاعه، وأريد أيضا قطع الطريق على الفساد والفاسدين، والبلاد اليوم ما تتحملش العبث والمغامرة. طيب، في سن 43 سنة والحال أن كنت رئيس حكومة لثلاث سنوات، وصفت من كل معارضيك بالثلاث سنوات الفاشلة، ما هي الضمانات اللي تحب تقولها للتوانسة أنه إيه هم يقولوا عليك فشلت في الثلاث سنوات الأخيرة، شنو الضمانات اللي عندك أنك تنجح كرئيس جمهورية؟ شوف، هذا ربما دور المعارضة أنهم باش يقولوا باش ينتقدوا، وهذا الدستور يكفل حرية الانتقاد وهذا عادي، ولكن أنا نجم نذكرهم اللي حب يقيم عمل الحكومة بطريقة جدية يلزم يقيم فين ظروف جات الحكومة هذه، فين ظروف اشتغلت، وشنو ما الأهداف التي حددت لها. احنا جينا في ظرف صعيب ياسر، وديما نذكر الرئيس الباجي الله يرحمه وقت اللي قرر حكومة الوحدة الوطنية تحدث في خطابه في الانترفيو الشهيرة في الوطنية، وقال تحدث على وضع إفلاس للدولة. اليوم البلاد ما عادش في وضع إفلاس، كان الوضع الأمني منخرم تماما، عمليات إرهابية كل ثلاثة أشهر، اليوم الوضع الأمني تحت السيطرة، وعادة السياحة في تونس بفضل عودة الأمن. فاللي حب يقيم الشيء هذا، يقيم الأهداف اللي جينا من أجلها. احنا جينا في إطار وثيقة كارتاج، الناس تنسى، اللي فيها أهداف محددة، خمسة أهداف محددة: الحرب على الفساد، الحرب على الإرهاب، عجز ميزانية الدولة، النمو والانتخابات البلدية. أعتقد حققنا جزء كبير. أنت من تقول هذه المعارضة تقول، وهذا الدور الطبيعي للمعارضة، ولكن في عهدك أعلى نسبة تدخل، في عهدك أعلى نسبة فائدة مديرية بنك المركزي، في عهدك أكبر نسبة عجز تجاري، في عهدك يموت رضع بسبب الأهمال، في عهدك تفويت أو سمحني تقويت النهضة سمحني من أجل البقاء تاع سيادتك في الحكم، في عهدك زادت البركاجات والإجرام حسب انتباع بعض التوانس، في عهدك ولا كل التوانس، في عهدك ماتوا عاملات فلاحيات في ظروف نقل مهينة، في عهدك تهاوى الدينار. دونك المعارضة عندها الحق زاد. شوف، هذا حقها باش تقول هذا، ولكن في عهدي أيضا تم كسب الحرب على الإرهاب، في عهدي أيضا أنقذنا البلاد من المالية من الإفلاس ونقصنا في حجم العجز متاع الميزانية، في عهدي أيضا عادت السياحة من 5.5 مليون سائح في 2016 إلى 9 مليون سائح هذه السنة، في عهدي أيضا ألغينا اتفاقية الملح، في عهدي أيضا قاومنا الفساد وخرجنا قانون من أين لك هذا، في عهدي أيضا قمنا بقانون الأمان الاجتماعي اللي استوعبنا به العائلات المعوزة، أكثر من 285 ألف عائلة معوزة ورفعنا لها في قيمة الدعم. في عهدي أيضا خنزيدك في عهدي أيضا عملنا ستارت اب أكت، في عهدي أيضا عملنا الانتقال، لا ما تحبش تسمع أنت، عهدي أيضا عملنا الانتقال الطاقي وعملنا أول محطة للطاقة الشمسية في توزر في تاريخ تونس، ونزيد نكمل لك. علاش المواطن يتشكى؟ ما تقول لي الكلام هذا عملنا وعملنا وعملنا، هذا ما عندوش امباكت على حياتي نتاع كل يوم، على جزء كبير من التوانسه على الاقل يقول لك الدنيا غاليه، انا مانيش خالط كذا، هذا كله موجود. شوف، احنا كيف جينا عمرنا ما قلنا الوضع صعيب، انا تحملت مسؤوليه غيري ما حبش يتحملها، على خاطر كيف شفنا المؤشرات والارقام في 2016 شفت وكنت صرحت الشعب التونسي وقلت لهم يا توانسة، وتحدثت على التقشف في 2016 وقت الناس أول خطاب رئيس حكومة يتحدث على التقشف، قالوا شبيه ذي جاي يتحدث على التقشف، ولكن هذيك الأرقام اللي لقيتها، ووعدت التوانسة بكل صدق، قلت لهم راهو الأمور باش تتحسن في وفق 2019-2020، ما كذبتش على التوانسة، ما قلت لهمش غدوة الأمور باش تكون غدوة. بدأت تتحسن اليوم؟ بدأت تتحسن اليوم طبعا، سنة الدينار رجع 10% من القيمة متاعه منذ بداية السنة، عجز ميزانية الدولة 3.9، وعام الجاي في قانون المالية اللي قدمناه 2020 3%، واللي هو يبعد علينا شبح الإفلاس، السياحة يظهر لي سنة شفته موسم استثنائي، عودة الأمن والعملية الإرهابية. أنا شو نقول أنه مازال طبعا الطريق طويل، ومازال شوية وقت والتوانسة طبعا هذا يحسوا، فما طيب وقت باش يحسوا الأمور تتحسن. طيب، وإن شاء الله معناها أنا مش نحكيه. سؤال أيضا أطرحه على كل المترشحين، تعهدات سيد يوسف شاهد لو تم انتخابه رئيس جمهورية، بماذا يتعهد في ثلاثة عناوين؟ شوف، أنا معناها الترشح متاعي، الفلسفة متاعه هي الواقعية، البراغماتيزم،
أنا جاي من منظومة من حكم عشت الصعوبات، مانيش باش نبيع الأوهام للتوانسة، ولكن تعلمت في 3 سنوات هذوما، خالطت قامات كبيرة كيما رئيس الباجي قايد سبسي الله يرحمه، وخالطت زادة ناس أخرين كيما مايا جريبي الله يرحمها وأحمد إبراهيم وغيرهم بتساترة أيضا، وتعلمت وعملت أخطاء ونتعلم أيضا من أخطائي. وفما أشياء تعترف أنك عملت أخطاء؟ طبعا كأي بشر يا أخي يخطأ ويصيب، ما فيش مشكل. فأنا الفلسفة متاع الترشح هي جاية من الواقعية، نحب أنا نغير الأمور من الواقع، ما نحبش نضيع وقت الناس ونعطي أوهام للناس، وأنا نعرف مشاكل البلاد. 3 تعهدات يعني تعهدات كما قلت، أنا جيت معناها لي أنا عشت الصعوبات ونعرف شنو ما أنا نحب نقطع مع العقليات والتصرفات والقوانين المكبلة للبلاد هذه. البلاد هذه الثورة أطلقت الحرية، حرية التعبير وحرية الناس ولا تتكلم والفيسبوك محلول، ولكن طاقة المكبلة في البلاد عند الشباب وعند الإدارة ما زالت مكبلة، ما زالت مقيدة. طيب، فنحب نطلق القيود تاع البلاد هذه. نحب أيضا نمثل كما قلت لك جيل جديد من الشباب. اليوم مش معقول في دولة فيها نسبة شباب معناها تقريب 45% عندهم أقل من 40 سنة، مش معقول أنهم مغيبين الشباب على الساحة السياسية، وفما معناها اليوم يزم ياخذوا الفرصه نتاعهم. وانا نحب نمثل الجيل هذا ونفتح افاق للجيل هذا، وهذا نجم يغير صوره تونس ايجابيا في العالم. 3 نحب نقطع الطريق امام الفاسدين، امام الناس اللي تحب تعبث بالدوله. اليوم ماهوش وقت نتاع عبث بالدوله ولا وقت مغامره. اليوم البلاد تستحق الى مسؤولين جديين يتحملوا المسؤوليه. اول مشروع تقدمه لو تم انتخابك رئيس جمهوريه؟ أنا أعطيت أولويات مهمة. أعتقد أول أولوية هي المحكمة الدستورية، اللي أنا قلت أنا أنه اليوم في 6 أشهر الأولى يجب أن يتم إرساء المحكمة الدستورية. وشفنا عشنا لحظات صعبة وقت وفاة الرئيس الباجي قايد سبسي في غياب محكمة دستورية، فأعتقد أنه هذه أولوية مهمة، وأنا أتعهد في 6 أشهر الأولى. وتعهد مرة أخرى ماهوش تعهد نظري، احنا عندنا قانون في مجلس نواب الشعب بعثته الحكومة منذ أكثر من 8 أشهر، نجم نعديو المحكمة ب 109. طيب، جو بريفير عندي محكمة كو ما عنديش كما 5 سنوات اللي فات. طيب، بورتري بعض الأسطر في مسيرة سيد يوسف شاهد المترشح للانتخابات الرئاسية، ضيفنا الليلة في سكن كرتاش. هذا بعض الأسطر، وما زال بعد قليل مالي سيد يوسف شاهد، وخاصة ما عليه بعض الأسئلة سأطرحها، والبعض الآخر سيكون في مختلف الفقرات، أيضا الثقافة، رؤيته للاقتصاد، وأيضا بعض الأرقام حول أداء الاقتصادي بعد شوية مع البعض العربي ورؤساء المؤسسات. كيفاش سيد؟ بربشتوا مليح. بربشنا لا بربشنا منا واضح. قلت أن حافظ قايد سبسي خطر على الدولة، هل ما زال يمثل خطر على الدولة بعد وفاة الباجي قايد سبسي؟ منه ذي تمشي على الروح. هل وين مشى؟ ما زال موجود رئيس ممثل قانوني لحزب سياسي؟ أيوة، شنو السؤال به؟ هذا السؤال، هل ما زال يمثل خطر على الدولة سيد سبسي؟ يعني شوف، أنا معناها وقت اللي تكلمت في ماي 2018 راهو أنا رجل دولة، ومعناها حفظت الأمور في الكواليس لأكثر من 6 أشهر، وعلمت الرئيس الراحل باجي قايد سبسي، قلت له الكلام هذايا لاني انا كنت قريب له، وقلت له راهو ما ينجمش الامر يتواصل، وما كنتش الاول اللي قلت له ولا الاخر. تعرف العديد من القيادات في كانت في نيدا تونس، من محسن مرزوق لسلمى اللومي غيرهم، كل قالوا له الكلام هذايا، وانا معناها بتحملي لمسؤوليه الدوله شفت اشياء قدرت اني ما عادش نجم نسكت عليها، وخرجت قلت للتوانسه. السؤال، انت قلت احفظت اشياء في الكواليس وما خرجت، اليوم انت ربما في حمله انتخابيه ما عادش فما واجب التحفظ،
نجم تقولنا ماذا حدث؟ شو صاروا برشا أشياء الحقيقة. أنا ما الذي جعلك تصف زميل لك وعشتوا مع بعضكم و في الحزب شوف تصفوا بالخطر؟ شنو اللي خليك؟ خطر وقت لي شو دور الحزب هو دعم الحكومة، ذي الحزب ذي حقه دعم الحكومة بقيادة السيدة ذي الحزب ذي، ولا يحب يبتز في الحكومة في تعيينات في مناصب. فأنا قلت لا هذا مش ممكن، أنا نسير في دولة ومش خاطر فلان من حزب متاعي يزمني نعينه في منصب معين، فما مناصب يزمها تقعد تخدم معناها بطريقة مستقلة وبعيدة كل شيء نوتامون في الأمن وفي الديوانة وغيرها وغيرها وغيرها، ومن من نوع الأشياء معناها اللي صاروا اختلافات فيهم، ومشيت وقلتهم للرئيس وقلتهم في التلفزة، وأعتقد أني معناها قمت بواجبي في الحفاظ على هذه الدولة، لأن الدولة ما هيش غنيمة ولا معناها حاجة كعكة باش نقسموها، البلاد تعيش في وضع صعيب وما حشناش بتصرف. اسمح لي سيد يوسف السيد، في الأثناء عينت وزراء معروفين أنهم أصدقائك مقربين منك، هل من أجل الثقة أم هي محاباة تكون؟ لا أنا أعتقد شوف أنا عينت وخرجت وزراء زيادة يمكن تنجم تقول مقربين مني، مانيش قاعد أنا ناخذ في العباد بالقرابة. أنا أنا في برنامجي بالمناسبة أتعاهد بأن لا يكون هناك أي تدخل في عائلتي في تسيير شؤون الدولة، لأنه هذا الشيء تعبنا منه، تعبنا منه وقت بن علي وتعبنا منه في السنوات الأخيرة، فأنا هذا تعهد نعمله. العائلة ما عادش تدخل، توانسة فدوا من الشيء هذا وهذا غير مقبول، وأنا عركتي ضد التوريث مانيش ما عملتهاش جراتويتمون، عملتها لي لأن كان فما إمكانيات تمثل خطر على تونس. هذا الخطر مش أنت اللي عطيته البتين ده؟ لا مش حافظ قائد السبسي عطيته البتين ده بعد مؤتمر عقد ثم صارت معركة وعطيته البتين ده وصوت معك أو لصالح القانون تنقيح القانون الانتخابي الذي قدمته نوابه المساندين ليه اللي كانوا في شقه صوتوا لصالح هذا القانون، ثم انقلب هو على هذا القانون وقال أنه هذا قانون غير دستوري وكذا ومن عشان، ولكن صار نوع من طو أنا من نوع طو شوف أنت حسب رأيك في علاقتي أنا مع الشخص هذا باش نجي أنا كان جيت مش رجل دولة، أنا طبقت القانون. القانون معناها ما ثماش فما معناها خصومة، فماش خصومة قضائية أقرت من هو صاحب ما يسمى بالباتين ده، فالحال ترجع الأمور إلى ما إليه، عادت الأمور للسيد هذا. أنا عملتها وكان جيت أنا في لعبة سياسية يمكن راني ما عملتش هكا. نداء تونس يساند يوسف الشهادة وعبد الكريم الزبيدي؟ أعتقد ثم جزء كبير يساند يوسف الشهادة، نشكرهم على هذا ومعناها على ثقتهم، وأعتقد اليوم الأمين العام لنداء تونس قابل الأمين العام لحركة تحيا تونس وكان هناك لقاء لتعبير رئيس الهيئة السياسية. رئيس الهيئة السياسية عفوا. نعم. رئيس رضوان عيار. رضوان عيار. نعم التقى. دونك جزء كبير تقول أنه يساند، هل هناك تفاوض مع مرشحين آخرين للرئاسة؟ موجود. من أجل الانسحاب لصالح يوسف الشاهد؟ مش أنا ما نراهاش انسحاب، أنا اشتغلت منذ 3 أشهر على لم الصف الديمقراطي، لأني نعتقد اليوم ثم 7 مرشحين من نفس العائلة. وراهو خطر على تونس كان باش نقعدوا في الوضع هذا، وانا حاولت بكل ما اوتيت من قوه منذ شهر افريل وماي وجوان اني التقي مع القوى هذه ونرقاو توافقات، للاسف ربما ما نجحتش، الناس كل ماشيه مقدمه روحها وحده، وانا قدمت روحي اخر يوم كنت اتذكر لاني لاخر لحظه وانا اتفاوض حول معناها قاعده من بلاتفورم كومون. مع شكون قاعدين تتفاوضوا الان؟ فاوض مع مهدي جمعة، مع محسن مرزوق، قبلت سلمى اللومي اليوم الصباح، يعني فما مفاوضات متواصلة. تنقيح القانون الانتخابي هل تعتبره فشل سياسي ليوسف الشهد؟ لا ما نعتبروش فشل، أنا قمت به بقناعة. شوف أنا اليوم كي نشوف شوف اليوم كي تشوف الناس القانون الذي يلاقي تلك كل تلك المعارضة سيد يوسف الشهد، ودي معارضة متاعش ليش من المعارضة؟ ريت ناس خرجت في الشارع أنت؟ لا مانيش ناس، ريت حقوقيين، ريت منظمات مجتمع مدني، ريت أحزاب سياسية اللي تقول هذا القانون مش وقت، ورغم موافقتنا على مضمونه ولكن احنا نرى رغم ان هناك من يسانده ولكن نرى ان هذا القانون وضع على القياس في اللحظه الاخيره فيه قراءه لسبب الآن. وريد زاد برلمان صوت عليه باغلبيه، وريد زاد هيئه لمراقبه دستوريه القوانين اقرت بدستوريه القانون هذا، والقانون هذا في اخر المطاف شنو انا اعتبره؟ قانون لمكافحه الفساد هذا، بسكو انا اش عملنا؟ طلبنا يا ولدي، قلنا يا ولدي اللي حاب يترشح مرحبا به، يجيب لنا البطاقه عدد 3، يجيب لنا اللي هو خلص الجبايه نتاعو، يصرح بالمكاسب، شنو فيها هذه بالنسبه لرئيس الجمهوريه؟ راهو مش معقول اللي صار، وهاك تشوفوا الكوارث تو اللي صايره، اي واحد
نقرا اليوم في ارتيكل في جريده اي واحد معناه ينجم معناه ما فيه بطاقه ايداع ولا بطاقه جلب ودر شنو ينجم يرشح روحه. ماهوش هذا النموذج نحبوا نعطيه لتونس ولولادنا. نحبوا رئيس جمهوريه عنده ليكزومبلاريتي، يكون خلص الجبايه نتاعه، طيب. يكون نظيف، يكون راهو نظافه مش كان في الواحد، نظافه في المخ زاده. وهذا نحبوا رئيس، وهذايا الهاله اللي قامت على القانون هذايا هذيك تنصهر في اطار معناها لا ريزيستانس اللي لقيناها وقت اللي حاربنا الفساد. عندي سؤال برشا اسئله مش سؤال. ما تعليقك على تلك الصوره التي اخرج بها سيد الحبيب السيد من من رئاسه الحكومه وكنت سيادتك جيت خلفا له؟ انا هي الصوره، تلك الصوره وذلك الكلام الذي تسرب لو كان ما خرجتش مرمدوك مثلا. لا مش مقبول، مش مقبول. هذا الكل في علاقه بك السيد هذاك اخي، وعلاش شكون يخرج حبيب السيد واللي هو شخصيه محترمه وانا نكن له احترام كبير؟ تيمال ولد ما عاش راضي عليه، مشى لبوه قال له نحيه. نفس الشيء في حق كرتاج سنين، شنيه هي الولد ولا ما عاش راضي على عبد ولله؟ تيمال هذا هو اللي عشناه، ولكن انا قاومت وشديت وصمت امام هذايا لانه يعني الدوله ماهيش معناها كعكة باش نقسموها ما بين هذا. وعلاش قلت لك أنا في برنامجي أتعهد أنه العائلة ما عادش تدخل روحها في الحكم، هذا هذا معناها فدينا منه في تونس، وهذا تعهد أنا معناها أساسي بالنسبة لي. ما لك وما عليك. بعد شوية أخيرا قبل ما نمشيو الفقرة هذه، خرجت شعار حملتك الانتخابية لكن بالتثبت تبين أنه شعار الشاهد ما هو إلا نوع من الاستيلاء على حملة فرانسوا أولاند في 2012 وأيضا نيكولا ساركوزي. هذا حد اجتهادكم؟ والله شوف ميكس بين زوز. شوف أنا طلعت عليه معناها 24 ساعة قبل لأنه يعني فما فرق تخدم، أنا ما نشوفش معناها احنا يظل حطينا زيتون من التالي اللي هو حاجة معناها سبيسيفيسيتي تونيزيان، حطينا معناها الطاقات المتجددة اللي هو مشروع شخصي لي أنا، ومعناها حبينا نعطيه أفق القطاع الفلاحي اللي أنا جاي من ولد الفلاحة. فاذا صارت الصدفه هكايا با سي با معناها سي اون. سؤال من فيسبوك يقول هل نسبه نمو ب 2.5 2018 و 2.5 نمو التي حققتها حكومتك في 3 سنوات تعتبر مرضيه وتعطيك ثقه التوانسه لرئاسه الدوله؟ 2.5 في 2018 وسنا 1.1 1.1 فقط وتعتبر ضعيفه جدا. قادرين نعملوا خير، تونس قادره تعمل نسبه. اما عملتش مخير سيد يوسف الشيخ، يلزمك تفهم تشوف ديما نرجع لك فين ظروف خدمنا احنا وفين ظروف وشنو كان الوضع. ما تنجمش تنقز من نسبه نمو الست سنوات الاولى معدل النمو اقل من 1%، ما تنجمش تنقز من 1% ل 6%، فما يلزمك تطلع بشويه بشويه. طلعنا احنا تحت وراه من 2.8 مازال حتى يوفى العام، ما فما اون ليست على التريمستا الاولى والتريمستا الاخرى، مازال معناها السياحه باش تعطي اكله في القطاع في التريمستا هذه. صابت الحبوب مازال الهدف 3.1، لا باش نكونوا اقل من 3.1 هذا متاكد، ولكن معناها نقارن احنا كيف جينا الثلاثي الثالث اللي جيت فيه هنا 2016 نسبه نمو 0.6 لا كروسونس مارشون، احنا مشينا طلعنا وصلنا حتى 2.8 في الثلاثي الثاني 2018. هذا غير كافي لانه ما يخلقش مواطن شغل التوانسه بما فيه الكفايه، وهذا هو تو يلزم تو وقت اللي حطينا البلاد على السكه ننظروا كيفاش باش نعملوا نسبه نمو نتاع 6 و7%. نراوح بين الاسئله والتدخلات. هشام عجبوني عنده ليك سؤال. أنت أحدثت لجنة لمقاومة الفساد، لجنة موازية لمقاومة الفساد، فيها أشخاص وأعضاء مشبوهين ومتورطين في الفساد بشهادة العميد شوقي طبيب وبشهادة وزير العدل السابق غازي جريبي. إلى حد الآن لم تجبنا هل هذه اللجنة موجودة؟ ما هي تركيبتها؟ ما هي أهدافها؟ ما هي الملفات التي فتحتها؟ وما هي مردوديتها، أي ما أدخلته إلى خزينة الدولة؟ ننتظر جوابا منك بعد عديد الأشهر من كشف هذه اللجنة. تفضل. شو هشام عجبوني عن التيار الديمقراطي. أنا الترشح متاعي كما قلت لك جاي من المسؤولية ومن معرفة معناها تسيير الدولة. ريتو السيد هذايا ما يعرفش شنو هو تسيير الدولة، قال لك عاملين لجنة موازية. شو معناها لجنه موازيه يا اخي؟ نخدموا بالسرقه معناها في رئاسه الحكومه، شو معناها لجنه موازيه؟ تودي يوميا عندنا 200 الاف الاجتماعات في القصبه نعلموا، والاف اللجان تجتمع من كل الوزارات، والاف المجالس الوزاريه مضيقه، شو معناها لجنه موازيه؟
شي معناها سي اون ميكونيسونس دو ليتا ناس هذا انا قلت لك البلاد ما حاجتهاش جاهل بالدوله هذا البلاد ما حاجتهاش بالعبث والمغامره تكلمنا بالعربي سيوسي بيان سور لا معناها انا نتكلم بتلقائيه شنو معناها لجنه موازيه فما حكومه عامله لجنه موازيه كيما طبيب يداوي بالسرقه معناها تو هذا كيفاش هذا فما طبعا احنا كافحنا الفساد وان شاء الله اللي بعدنا يقوموا ويكون عندهم الشجاعه الكافيه لانه مكافحه الفساد معناها اصعب حرب يمكن حتى اصعب من حرب على الارهاب ملك وما عليك نستقبل سندة تاجين رئيس التحرير موقع بزنس نيوز الالكتروني الاخباري مرحبا سندة تاجين واسئله ملك وما عليك بعد شويه السياسه الخارجيه والامنيه وبعد الامن القومي وبعد قليل ايضا الثقافه مع لطفي عيسى وايضا بعد قليل كل موعد مع المعهد العربي لورنس المؤسسات الاسئله الاقتصاديه في صلاحيه ايضا رئيس الجمهوريه وربما بيلون تاع رئيس الحكومه نعم سيدي قداش باش تقعد الحكايه؟ قد ما تقعد سيدي اهلا على الذمه مرحبا بك سنت اهلا وسهلا اهلا وسهلا تقرير مرحبا ما لسيد يوسف شاهد وما عليه يوسف الشاهد كانت بدايته مع نداء تونس كعضو مكتب تنفيذي بالحزب ثم كلف رئيس الجمهورية الراحل بترأس لجنة 13 عضو واللي كانت مهمتها حل أزمة الشقوق اللي مر بها النداء 2016 نداء تونس باقتراح من رئيس الراحل البيجي قايد السبسي يرشح الشاهد رئيسة الحكومة خلفا لحبيب السيد لتنطلق بعد ذلك مرحلة الخلافات والصراعات بين الشاهد والنداء وصولا لتجميد عضويته بالحزب بعد اتهامه الحافظ قائد السبسي بتدمير النداء السيد هذا يقول دمر الحزب ويحب يتصرف في الدولة وكأني ملك خاص وأنا هذا نرفضه وبعد أن أصبح الشاهد رئيس التحية تونس وأعلن ترشحه للرئاسية أعلنت عدد من قيادات النداء أنها تساند ترشح الشاهد ابن النداء موقف فيه نطق رسمي باسم الحزب اللي أكد أن النداء يدعم ترشح عبد الكريم زبيدي رئيس الحكومة ورئيس حزب تحية تونس يوسف الشاهد أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية سابقة لأوانها وأودع الشاهد ملف ترشحه يوم 9 أوت الجاري لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تزكية من نواب حزبه ووسط حضور عدد من أنصاره ونواب الحركة وين أكد أن منصب رئيس الجمهورية أكبر مسؤولية في البلاد رئيس الجمهورية هو ضامن للدستور رئيس الجمهورية هو ضامن الانتقال الديمقراطي يلزم يكون عنده مفهوم الأمن القومي مفهوم الدولة بعد 2011 تداول على السلطة 7 رؤساء حكومات ويعتبر يوسف الشاهد أكثر رئيس حكومة استمر بمنصبه لمدة 3 سنوات ورغم تأكيد الشاهد أن حكومته حققت إصلاحات عديدة على المستوى الاقتصادي وخاصة ما حققته من نجاحات أمنية على امتداد الثلاث سنوات الماضية إلا أن البعض أكد تواصل تأزم الوضع المالي والاجتماعي في الوقت اللي كانت حكومة الشاهد تحظى بحزام سياسي واسع خلال تعيينها مايو 2017 أعلن يوسف الشاهد الحرب على الفساد واللي تعتبر من أهم نجاحات الحكومة وأكد الشاهد أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في حربها على الفساد واتخذت إجراءات استثنائية من أجل مصلحة تونس ومن منطلق القناعة بأن الحرب ضد الفساد مثلها مثل الحرب ضد الإرهاب تستدعي إجراءات استثنائية في الحرب على الفساد ما فماش خيارات يا الفساد يا الدولة يا الفساد يا تونس وأنا كيف التوانسة كلها اخترت الدولة اخترت تونس في الوقت اللي أكد فيه رئيس الحكومة أنه سيواصل طريقه نحو استئصال الفساد ومحاربة الفاسدين دون استثناء نفي أن تكون الحرب هذه تصفية حسابات ضد خصومه السياسيين شكت عدة أطراف المعارضة في جدية هذه الحرب واعتبرت أنها انتقائية وظرفية الحرب على الفساد هي بيدها أصبحت ملف متاع فساد يلزم تحل تحقيق وبحث في الانتقائية اللي قاعدة تصير مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي القادم واحتدام المنافسة بين المترشحين الساعين للوصول لقصر قرطاج وبعد إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه بتهمة الفساد المالي والتهرب الضريبي توجهت اتهامات عديدة للشاهد بأن وراء قرار الإيقاف وإقصاء منافسيه في الرئاسية وهو من فيه قطعيا يوسف الشاهد كما نقول بعد هذا التقرير نحن نقول عام هجري سعيد التوانسة غدوة رأس العام شارك كل عام وانتم حيين بألف خير سندة تجد أهلا بك عسلامة يوسف شيخ أهلا وسهلا في إطار الشفافية أنت قررت أنك تتخلى على جنسيتك الفرنسية وهذايا قرار برشا توانسة ما كانوش يستناو فيه توانسة يتسائلوا اليوم هل فما حاجة أخرى مخبيها عليهم؟ أولا الجنسية المزدوجة ما هي جريمة
ونذكر اللي ثم 1,200,000 تونسي يعيشوا البرة وجزء كبير منهم عنده الجنسية، ومعناها أنا عشت البرة وقريت البرة وخرجت معناها بمنحة من الدولة التونسية، ومعناها تكونت البرة وسافرت إلى آخره. ما فماش معناها أنا هذه حاجة شخصية علمت بها رئيس الجمهورية الله يرحمه وقت اللي تقلت المنصب، ما شفتش معناها ضرورة، ما هيش حاجة مخبيها ما عندي، ويعتقد فما رؤساء حكومات قبلي وزراء ونواب، معناها هذه يفواريتي الحكاية اللي هذية. كانت الجنسية متاحهم كانت معروفة الرؤساء الوزراء اللي كانت عندهم، تعرف أنت متاع السيدة النواب اليوم، تعرف مش السيدة النواب، أنت مقدم روحك للانتخابات الرئاسية. هي هني شوف شوف ما عادش حاجة شخصية تولي. القانون ما يفرضش عليا باش نتخلى، القانون يقول إذا ربحت في الانتخابات الرئاسية يلزمك تتخلى، أنا تخليت طوعيا رابح ولا خسر كترش من هك، تخليت بطريقة طوعية يظهر لي مش برشا عملوه، ودعيت الناس الأخرين قلت لهم ماذا بيكم تعملوا كيفي، ولكن حتى حد ما استجاب. أما أنت تقول أنك اخترت الوقت وكيفاش علمت بها التوانسة، وهذا مش صحيح على خاطر هبطت وقتها في الجورنال أوفيسيال فرنساوي قبل وهبطت في وسائل الإعلام قبل ما رئاسة الحكومة تحكي عليها. لا مش رئاسة الحكومة، احنا أنا عملت ستاتيو أعلنت، شوف نحي هذا الكل، لاكت متاع التخلي قمت به طوعيا أنا، ما قام به حتى حد آخر، ما كنتش مطالب قانونيا ودستوريا، هذا يصير في حالة. أما التصريح بها تم بعد لهبطت في وسائل الإعلام. لا لا لا، أنت يمكن هكا من شوف مش يمكن هكا، هذه حقا امبورتون. المهم هو القانون ما هوش مطالبني باش نقوم بهذا، أنا قمت به بطريقة طوعية، كنت نجم نخلي الجنسية هذه ونشوف روحي إذا ربحت في الانتخابات نتخلى عليها، وإذا خسرت القانون أنا جيت قبل رابح ولا خاسر. وإذا خسرت هل ستسترجع الجنسية متاعك؟ وانا تخليت عليها، شو مانيش معناها تخليت عليها معناها بطريقه طوعيه في حين ان القانون يسمح لي، اعتقد وبربي هذا يزيو من شكوره وعنا توانسه، ومعناها هذا ما يمسش من الوطنيه، ولا ما نبداو نشكوا ونخونوا في العباد على اساس فما توانسه عايشه لبرا لظروف مختلفه، فما طلبه لغير كل ما عندهم جنسيه. خلى معارضيك يقولوا عليكم مرشح فرنسا. ودي معارضين خليهم قالوا عليه، هو قالوا فاسد وبيه وعليه، شوف خويا 3 سنين وانا ناكل في الضرب، ولكن يصمت من اجل الدوله هذه ساعه ساعه يقولوا لي والله فلان ولا الاول في السونداج يا اخي دخلوا عليه، انا عندي عامين الاول في السونداج حتى حد ما تكلم، انا وقت لي قال فما نائب قال باش نضرب رئيس الحكومه، ممنوع على السونداج، ممنوع على سبب فيه ممنوع على ممنوع بالقانون، فما نائب خرج قال رئيس الحكومه باش نضربوه بالرصاص في الساحه العموميه، تذكروا هذه ولا شبيه ما قامتش هستيريا في الاعلام وقالوا شبيه يتكلم هكا، فما حزب شكابيه قال عنده مؤيدات وتسجيلات لي انا باش نعمل انقلاب، تذكروا هذا ولا، فما صفحات اسرائيليه علمنا بهم الفيسبوك كتب لنا قال لنا راهو 850,000 اورو تصرفت باش تضرب يوسف الشاهد، يمكن كان يحبوا يعملوا عمليه ارهابيه تكلف اقل، شبيه هذا كله ما تكلمناش عليه وما قلناش وواحد وكل شيء، انا صمت لهذا لاني نسير في الدوله هذه. هذا الكل تكلمنا عليه اما ما يمنعش انك خبيت الجنسيه نتاعك، هذا رايك انت، هو سيتا مونسونج باغ اوميسيون، معناه انت ترى هكا، انا نرى لا مش رايي، لا هذا رايك شو. سؤال اخر، انت المترشح الوحيد اللي عنده بيلان نتاع رئاسه الحكومه، وانت مترشح اليوم بالبيلان هذاك نتاع رئاسه الحكومه، الانجازات اللي قدم فيهم يوسف شاهد تو في الحمله الانتخابيه نتاعو اللي هي مازال ما بداتش هي زاد انجازات الحكومه. اش معناها؟ شنو السؤال؟ معناها انت اليوم متقدم بانجازات اللي هي ماهيش نتاعك شخصيا، نتاع انجازات حكومه كامله. وكي الوزراء يسبوهم بيان سور، انا رئيس الحكومه هذا فريق كامل فيه الباهي وفيه الخايب، حققنا اشياء ايجابيه في قطاعات فريق فيه الباهي وفيه الخايب؟ طبعا طبعا يا اخي، هما ناس معناها يغلطوا ويصيبوا، اجتهدوا لكن الناس كل اجتهدت، الناس كل تخدم، راهو مخليهم لنا سيد الشاهد، راهو اليوم اللي يخدم وزير راهو ماهوش معناها تشريف، راهو هي مخليهم لنا معناها، تعرف لو مخايبين ومخليهم وزارة. لا لا شو مش مخليهم، اليوم راهو اللي يشد وزير مش لعبه، راهو مش سهله، وبرا بدل وزير مهلك تونس سامحني في الفتره الاخيره الا عدم الاستقرار، 8 حكومات في 8 سنين، الوزير ما دخل البيرو نتاعو ما فهمش شنو مشاكل قفصه وسيدي بوزيد ومشاكل الفلاحه ومشاكل الصناعه الا ما يلقى روحه خرج، كيفاش تحب نبنيو دي بوليتيك اندستريال وسياسات فلاحيه في القطاعات؟ ما نجموش اذا الوزير العمر نتاعو 10 شهور ولا عام، ما تنجمش تبني معناها سياسه قطاعيه في الفلاحه وفي الصناعه وفي التجاره وغيرها. فاليوم الاستقرار السياسي معناها للاسف بعد الثوره كان عنده تداعيات كبيره، وملاحظه اخيره، اهم حكومه ربما كي نحكيو على الهادي نويره الله يرحمه، الهادي نويره من عام 70 لعام 80 كان رئيس حكومه، 10 سنوات قعد محمد الغنوشي كيف كيف والقروي كيف كيف معناها حمد القروي، دونك معناها اليوم راهو تونس هذيك يلزم يفوت لا ستابيليتي باش نحققوا نجاحات. طيب سنت فما تعهدات
يوسف شاهد قالهم وقت اللي هو رئيس حكومة ومازال ما عملهمش حتى التوا. كما مثلا هذا مثال، أنك تعهد أنك تخرج كل شهر تخاطب التوانسة وتحكي لهم على الحكومة شنو حادثها والإنجازات نتاعها. أنت عملتها مدة قصيرة وبعد قصيت عليها. شوف هذي عندك الحق، عندنا مشاكل في التواصل وعندنا نقص في التواصل، الحكومة ككل ورئاسة الحكومة هنا ان بروبليم دو كومونيكاسيون، معناها التواصل صعاب في الفترة هذه بالقنوات الجديدة بالمعناها لي ريزو سوسيو ايتترا. يجب الحكومات على الأقل تطور معناها سياسة اتصالية أفضل بكثير. احنا ربما اجتهدنا ولكن كنا نجموا نعملوا خير، وبالحق انا جو سوي داكور كنا نجموا نعملوا خير في السياسه الاتصاليه. فما تعهد اخر انت قلتوا البارح في حوار الوزاري مي باتري غراف تعهد هذا معناها مش فما بلو غراف. انت قلت يوسف شاهد يتعهد بمبادره تشريعيه لتحقيق المساواه في الاجور بين المراه والرجل، مبادره تشريعيه انت تحكي. هل تعلم يوسف شاهد انها موجوده المبادره التشريعيه؟ فما قانون يضمن المساواه والواقع شنو؟ تعرف الواقع شنو؟ اي ما انت تحكي على مبادره تشريعيه. الواقع اجور النساء في القطاع الخاص اليوم 28% اقل من الرجال. معناها فما قانون اما ماهوش مطبق. طبعا طبعا انا نشوف انا نحكي على القطاع الخاص مش نحكي على القطاع العام. في القطاع الخاص فما مشكل اخر، فما ولوج نساء الى المناصب. اليوم ما ثماش سوفيزامون معناها النساء ما عندهاش فرصه اليوم باش تخلط المنصب مديره عامه او واليه او وزيره او معتمده الى اخره. أنا عملت هنا مبادرة كرئيس حكومة، قلت كل وزير يقترح مدير عام يزم يقترح راجل ومرأة باش يخلي لي الاختيار أنه رئيس حكومة يكون عنده اختيار بين راجل ومرأة، وهذا يمكننا باش نخلقوا معناها نساء عندهم كفاءة كبيرة، ولكن للأسف فما دي فيو ريفليكس مازالوا ما يخليوش المرأة توصل للمناصب هذيك. هذا في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام. في القطاع الخاص مازال ثم انديفيرونس في الأجور كبيرة، فما أن رابور دو لا بنك مونديال اللي ورى هذا على تونس. دونك اليوم يلزم نلقاو اليات باش نكرسوا المساواه بين باش نحقوا قانون اللي هو ديجا موجود معناه. شوف اما لا اما لا القانون ماش معناه كي ما كي فما اي ما كي تحكي تقول مبادره تشريعيه اش بيه اش بيه بالك شي قانون هذاك فما غير قانون موجود اي اما نقحوا القانون هذاك اذا هو غير كافي او نلقاو الاليات. انا ديما نحب نمشي من غير قانون حتى كرئيس حكومه، ديما جيفيت القوانين لانه القوانين اليوم عندي اكثر من 100 قانون معطل في مجلس نواب الشعب بالرغم من المجهود الكل اللي عملوه. دونك انا ديما كي كنت في رئيس حكومه ديما جيفيت القوانين. كيف فوزيفيتي القوانين؟ اي يعني اي حاجه نجم نعديها بامر او بقرار حسب القانون ما نمشيش القانون. ففي الحاله هذه يجب معناها ان نتعمق ندرس. كي نقول لك النكار نتاع 28% بين الاجور مهم جدا لكارو، راه مش كان في تونس، حتى في دول متقدمه ثم معناها فرق في الاجور بين المراه والرجل. سؤال مويلي اي رئيس الحمله نتاعك سليم العزابي يقول الدكتاتورية الوحيدة التي تهدد تونس هي دكتاتورية مافيا الإعلام السياسي. هل هذه حرب ضد الإعلام؟ لا شوف ما هو الإعلام السياسي؟ لا مش الإعلام، أنا أعتقد ما شوف اليوم يتهموا يوسف الشاهد ودكتاتورية واحد سترى. اليوم الدكتاتورية الحقيقية في تونس هي هي المافيا. فما مافيا تهدد تونس بالدكتاتورية؟ مافيا الإعلام السياسي. لا هي مافيا متضلعة في الإعلام وفي السياسة. كيفاش؟ هي اليوم هاك تشوف اليوم ثم قنوات معناها ما تحترمش الدولة، تتهجم على القضاء، تتهجم على الأمن التونسي تعيط له كتيبة، والقضاء التونسي وبطاقة إيداع ودرا شنو إذن قضائي تعيط له اعتقال وتعيط له اختطاف. علاش كنت تحكي سوس؟ انت تحكي على اللي تحكي فيه انت. شو نحكي فيه مش شوية نكمل. أنا بس ما حكيتش سيدي. إي باهي لا معناها سمينا خلينا نجاوب. جاوب تفضلي. شوية. ما جاوبنا على سؤالي ولا شيء. إي لا نجاوب. شوف اليوم تونس فعلا مهدد بمافيا، مافيا مهدده بديكتاتوريه المافيا هذه اللي متضلعه في الاعلام وفي السياسه. والمافيا هذه كنت تحدثت انا بيدي عليها، قلت هي في حاله هلع في حاله خوف، والمافيا هذه كشرت على انيابها في الاسبوع اللي فارت. حل القناه المنافسه نتاعك وتتقام كل ملمومين غاديك تاكوردو اكو فهمت واش نحكي. شكونهم؟ شو هو توا شكونهم؟ بالله شكون تكلموا؟ انا معناها شو كنت ترشح للرئاسه سيد يوسف شاهد؟ ايوا معناها فيها عيب كانت تقول ابو بكر بن عكاشه بي وعلي. خلينا نستعرف تسمع منك اللي انت رئيس حكومه زاد راه طبعا الان ديك تقارير امنيه وكذا وعندك مع معطيات. تحدثنا على المافيا هذه اللي معناها داخله من تتهمها انها مافيا وعلاش؟ حل القناه هذه طرقه شكون القناه؟ شو يقول لك؟ اي عاد طرقه سي حافظ قايد السبسي خرج نهار السبت قال شنو رئيس الحكومه عمل لي، خرج سي شفيق الجريه والمحامي نتاعو وشكا بيا
خرجتي نبيل القروي هذوما بالكشي هذوما دي زونفون دو كور وناس معناها ناس طيبه تحب الخير لتونس يعاونوا في الزوايا عندهم رؤيه لتونس عم يقول لك عاونوا في الزوايا لا لا هذا وانت ظالمه لانه منافس جد لا لا واحد حب يحكم البلاد بوه الله يرحمه واحد يحب يطلع الكرتاج باش ياخذ الحصانه ما عندهمش رؤيه لتونس وانا البلاد اللي نحب نعيش فيها انا ولادي ولادك ماهيش هذه سي با لو موديل نحب نعطيه نحب ناس عندهم مستوى علمي وثقافي وفكري ورؤيه لتونس ويغيروا على تونس مش طالعين لمصالح ولا اغراض خاصه وهذيك جزء من الحرب نتاعي ضد المافيا هذيه وضد الناس هذوما اللي ما عندهم حتى ما يحبوش الخير هذاك اللي حطيته في الحبس لا ما حطتهمش في الحبس ما عندي حتى سلطه باش نحط حتى شوف رئيس حكومه منذ تغيير المنظومه القضائيه لا يعين قاضي ولا يعزل قاضي ولا ينقل قاضي انتهى العهد هذايا اللي بالتليفون رئيس الحكومه يهز يكلم قاضي والقانون هذا واليوم مجلس على القضاء خرج حركه بالكش احنا عندنا دخل فيها الحكومه ولا ما عادش انتهى يعني يلزم نقدروا المجهودات اللي يقوموا بها مجلس على القضاء واليوم ثم ان توتال سيباراسيون ما بين السلطه القضائيه والسلطه ترجع لك وقت سمعنا مدام سند ترجع لك وقت يوسف شاهد كان رئيس دوله معناها هل نفهم انك باش تشن حرب ضد هذه المافيا المافيا الاعلاميه اللي انت تحكي عليها انا نقول المافيا هذه تعيش في لحظاتها الاخيره ان شاء الله لانه معناها تونس مش هذا معناها النموذج اللي تحب عليه وباش نشن مافيا ومجالس الامن باش نشن حرب طبعا باش نواصل لانه الحرب على الفساد شوف راهو ماهيش بالبساطه باش نواصل الحرب ضد المافيا مافيا الاعلام لا لا ما قلتش مافيا الاعلام قلت هذوما ناس موجودين في الاعلام وموجودين في سامحني يا اخي عندنا السلطه نتاع التعديل اللي اسمها الهيك كي تاخذ قرارات وما نحترمهمش شنو هذا مو سي دو واحد سي دو بونديتيزم هذا هو وموجودين في السياسه وعندهم نواب وكلكم تعرفوا وداخلين في الاحزاب يا اخي انا نيدي تونس علاش قاومني وقت اللي دخلت في الحرب على الفساد ماني مسيت الوتر الحساس لانه الفساد متغلغل في الاحزاب السياسيه كيما متغلغل في الاداره كيما متغلغل في الاعلام موجود بارتو والحرب هذه يمكن انا معناها دخلت في حرب كبيره ياسر اكبر من اللي كنت متوقعها وواجهت حرب اخرى زادة مضاده ولكن انا معناها على دخلت على حسن دفاعا على هذا الوطن حكومة يوسف الشاهد هي الحكومة الوحيدة اللي ان بلوغر يتسجن فيها ياخذ 8 أشهر سامحني حبس بسبب تدوينة لا شو وهذه بسبب الشكاية تقدم بها وزير من حكومتك لا لا ما فما حد شوف بشوي ساعة زاد هاتك الأعراض ويسبوها من أنا ريت قداش تسبيت في 3 سنوات ومعناها صفحات إسرائيلية عمري ما شكيت بواحد عمري ما قدمت شكايه بحتى حد من اللي شكايه هذا وزير من حكومه يوسف الشاهد لا شو يبقى من بعد انه ناس معناها تهجم على الاعراض الى اخره شنو نقعدوا ما نعرفش على شكون تقصد بصراحه احنا ان توكا ما عملنا حتى شكايه انا ما عملت حتى شكايه شخصيا ومعناها يبقى انه معناها مش خاطر ثم حريه نتاع معناها انترنت وفي المواقع نسبوا الناس مش حاجه باهره عليك واليك تحب انت شكون يخرج يسبك ويسب لك عائلتك ويسب لك 8 أشهر حبس بسبب تدوينه اونكور اون فوا القضاء مانيش انا مسؤول عليه ولكن انا ما والله ما نعرفك على شكون تحكي مش كيما انا اون توكا سكي ما كونسيرن اكثر واحد يظل لي معناها كنت بالمناسبه مع تفديكا مع سي البيجي الله يرحمه ندخل يقول لي اكثرش من اللي تسبيت انا نقول له لا انا اكثر منك من مره في خطاب كان نشوفه قالها قال شكون يتسب اكثر انا ورئيس حكومه يعني مس برموز دوله راهو ماهوش حاجه باهيه ولكن احنا عمرنا ما شكينا وعمرنا ما تواجهنا القضاء كان بامكاننا ولكن ديما نخير حريه اعلام معناها هكا خير من ما فماش حريه واضح هل يوسف شاهد اليوم في عزله سياسيه انت فقدت ابدا انت فقدت السوتيان تاع حزب النهضه اللي كان وراك انت ما عادش مساند من حزب نداء تونس فيه تشققات بسبب بنتي انت فاتتك حلقه عملت حزب انا ما عادش مساند عندي حزب اسمه حركه تعايا تونس شنو عندك عزله سياسيه عملت حزب كامل انا مازلنا باش يولي عندي باش يولي عندي سند تونس منشق توا على يساند او لا ترشح يوسف شاهد للرئاسيه هذايا تحيه تونس انت حكيت على تحيه تونس تحيه تونس فيه برشا استقالات بسبب المناصب شكونهم اللي استقالوا؟ صاحبي من فرج مثال مثلا صاحبي من فرج استقال البارح واحد مش برشا الحمد لله يا ربي شو هذيك ظاهرة صحية ايش بيه الاحزاب الكل شفتوا حركة النهضة اللي تعتبر حزب منظم ووقت اللي عملوا القوائم دخلوا بعضهم زاد كيف كيف اليوم عندي سند من حركة تحيا تونس وانا تقدمت كنت المرشح نتاع الحركة اليوم وصار مكتب سياسي ومجلس وطني
ومشيت ومعناها ورشحوني إلى آخره، فما ماهيش عملية. فأنا داخل اليوم ولكن ما نحبش نكون مرشح حركة تحية تونس فقط، لأني معناها اليوم أسعى إلى أن أكون رئيس جمهورية تونس الكل، مش متاع تحية تونس فقط. فبالتالي طبعا أنا أسعى إلى آخر لحظة أني أجمع على الأقل في مرحلة أولى العائلة الوسطية الديمقراطية متاعنا التقدمية، ثم ربما في مرحلة ثانية نشوفوا معناها سؤال أخير سنت توسعك. سؤال آخر، هل يوسف شاهد يبعد الخصوم اللي يوليوا له ياسر يقلقوا فيه، كما مثلا إيقاف نبيل القروي، كما مثلا الوزير فاضل عبد الكافي الذي إلى إيتي بوسي أديميسيوني، كما مثلا قانون تعديل القانون الانتخابي؟ فاضل عبد الكافي مشي وحكيوا معه، أنا أكثر واحد شديته باش ما يستقيلش، لأنه فاضل عبد الكافي أنا أعتبره صديق لي وأنا جبته للحكومة، وأنا أكثر واحد تضريت من خروج فاضل عبد الكافي. تعرف علاش؟ فاضل عبد الكافي استقال يوم 18 أوت، كنا في وهو كان وزير المالية بالنيابة، وكنا نعدوا في قانون المالية بور لو 15 أكتوبر. استقال فاضل عبد الكافي جيتو فيه باش ما يستقيلش فاضل، ولكن هو ارتأى أنه من معناه جانب خارج. علاش قلت لك أنا أكثر واحد معناه ربما ضريت بمعنى المعنى السي؟ علاش؟ لأنه خروج فاضل عبد الكافي أجبرني على التحوير الثاني، تذكروه ذاك اللي صار في سبتمبر. علاش عملت تحويل؟ لأنه أصبح ما عادش ثم وزير مالية وما عادش ثم وزير استثمار، وإحنا قادمين على قانون مالي، فهذا طيب معناها لخبط العملية الكل، أجبرني إلى تحوير كنت ناوي نعمله بعد 15 أكتوبر. شكرا لك سندا تجين، بعد شوية يكون معنا نجي زايري وكونوا مع السياسة الخارجية وسياسة الأمن القومي. هذا التقرير مشينا هبطنا لوسط البلاد، وسط العاصمة المدينة العربي، وبعض المواطنين يحكيوا معنا حول المترشح للانتخابات الرئاسية. ضيفنا يوسف أشهد. سيد يوسف الشاهد كمرشح للرئاسة، أنت شنو رأيك فيه؟ إيش بيه؟ ننتخبه هو مسكين مغرور به وكهو، فرض وجوده إن شاء الله ربي سهل بعد تبدل، ما عندوش مزقية، الناس طيبة ليه باهب نار لحد الفارط. هبطنا لباب الفلة وباب الزيرة وباب جديد، وين تكون مناسبة أسبوعية للعديد من المواطنين للتسوق. حاولنا ناخذ آراء الباعة والحرفاء حول الوضع السياسي في تونس. فيه وعلي، فيه بأمر، فيه بعض نزهاء بعض، وفيه اللي ما جايين على مصالح. اللي خلينا نخدم ومعناه ويدعمنا على الخدمة ويقف معنا، هذا هو رئيسنا بالنسبة لنا. محاربة الفساد وإصلاح الأوضاع المعيشية هي من أهم مطالب المواطنين، اللي يروا في أنه شخصية يوسف الشاهد قادرة على المضي فيها. شوفنا في جماعة الفساد يحارب الفساد، أما نحبوه يحارب بحقيقة. ثم برشا ناس مازالوا ويعرفهم هو الفساد، فساد شيء جهار بهار، وإحنا شجعوه بشي حارب الفساد، خاطر الفساد ولا شيء غريب في تونس. يوظفونا يعملونا حل هكا، واحد عمره 28 سنة ما عندوش حتى منتوج، ما عندوش حتى حاجة يدخل منها، ويخلونا نخدموا أرواحنا. احنا ماذا بينا البلاد تتقد ونشوفوا لها رئيس باهي وواحد يوقف لها على قنطرة صحيح. مش نواصل في الحرب على الفساد وعلى الفاسدين وعلى المافيات، وانا ما زلت على العهد ما نستسهل حتى حد وما نحمي حتى حد في الحق، ما نخاف من حد، واني قولها وقلتها ونعاودها. في المقابل تجربة الشاهد على رأس الحكم خليته محل انتقاد البعض الآخر. منين حبش يضرب الفساد وفرحنا، وهذيك فرصة جيته في يد كان ينجم يخلي اسم إلى نهاية، وخرجنا القصبة ودعمناه في الأخير. بعد شفيق جري رقد كل شيء، الفساد الكل في بالنا به نعرفوه، التونسي ما عاد يغيب عليه حد شيء، نعرفه كل شيء، الفساد الكناترية معروفين باينين ويعرفهم، والأمن يعرفهم ما عادش مخبين. أول مرة كانت انتباعات باهية عليه، بعد تبدل ثم قرارات اللي هو الاتحاد تراجع فيهم، تراجع متاع خاصة الوظيفة العمومية ومتاع المتقاعدين. الشباب التونسي ينتظر الكثير من رئيس الجمهورية القادم، وينتظر أنه الأبواب تتفتح من أجل مستقبل أفضل. نسأله سؤال واحد، زعما اش تعمل مع الشباب أكاو؟ سؤال أخير، فما بعض التدخلات سيد يوسف شاهد، ولكن هناك سؤال أخير سمعت الشاب هذا شنو قال. قال راهو معناها شو بتعمل الشباب؟ هذا السؤال. الشباب اليوم اللي تبدل، اللي لغة السياسة ولغة المترشحين أحيانا وفي عديد الأحيان بعيدة عليه، بعيدة على لغته، بعيدة على التكنولوجيا اللي هو يستعملها، بعيدة على كذا. دونك شباب ينتظر من المترشحين وعود فعلية مش مجرد كلام. أنا نقول معناها كل في تونس حتى قبل الثورة فشلنا في التعاطي مع الشباب، فشلنا في التعاطي مع الشباب، ونا با تروفي لا بون ابروش.
الشباب اليوم عنده مشاغل أخرى، عنده لغة أخرى، عنده تطلعات أخرى. فرئيس الجمهورية عنده معناه مهمة في هذا الموضوع. أنا أعتقد يجب فتح أفاق للشباب هذي، أفاق في تونس يزم يرجع له لمل، يزم يرجع له معناه. اليوم عنا مشاكل كيفاش شوف، اليوم عنا مشاكل متاع هجرة غير شرعية متاع شباب هذا، وهذه معناها كارثة اقتصادية واجتماعية في تونس. وعنا أيضا هجرة متاع أدمغة، نفس الشيء، فما برشا شباب قاعد يهاجر إلى الدول الأوروبية لتحسين شيء الوضع. طبيعي وقت بيبيك تريحة في السبيتار وقت لي كذا، هذا بتشوفه يمشي معاش قادر. هذوما من المواضيع لازم نكبوا عليهم. لانسيكوريتي في البلاد كيف كيف معاش قادر. طبعا طبعا، مثلا رئيس الجمهورية في إطار السياسة الخارجية عنده دور في هذا، باش يعطي أمل ويعطي أفاق للشباب هذي. شو معناها شاب مثلا يجي باش ياخذ فيزا يعطلوه؟ هذا زاد نجموا نرقوا له حلول باش يمشي يعدي ويطلع على تجربه في دوله اخرى. ماهيش بيه اليوم العالم تغير، ثم لا موبيليتي مثلا في تونس نفس الشيء، معناها منظومه تربويه لازمها مراجعه، لانه المنظومه اليوم تخلق في ناس وسوق الشغل ماهيش متناسقه مع التكوين اللي نعطيه فيه للشباب نتاعنا. ثم ديفيلير لازمنا واحنا انطلقنا فيه هذا، طبعا هذا متوسط المدى، في القريب العاجل يلزم عوده ماكينه النمو باش معناها نخلقوا مواطن شغل للشباب وخاصة حاملي الشهادات العليا اللي هو معناه يمثل معضلة كبيرة بالنسبة لتونس. مساء الخير الجزائري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معنا جزائري سياسة خارجية ولا من قوي. مرحبا. مرحبا بك يوسف. أهلا وسهلا. منافسك عبد الكريم زبيدي في الانتخابات الرئاسية والعضو أيضا اللي كان عضو في مجلس الأمن القومي طبعا بصفته وزير الدفاع الوطني، صرح في قناة التلفزية قال أنه ثم علاقة بين الجهاز السري لحركة النهضة وملف الاغتيالات. مش خليك نسمع، خليك تسمع التصريح وعندي لك سؤال. الجهاز السري واغتيال الشهداء شكري بالعيد والحاج محمد إبراهيمي، هذوما ثم علاقة حسب اعتقادي بين الجهاز السري وبين الاغتيالات. وزير الدفاع الوطني يأكد أنه فما علاقة بين الجهاز السري وملف الاغتيالات. سيوسف، أنت باعتبارك كنت رئيس حكومة وبصفتك هذه كنت عضو في مجلس الأمن القومي وتحضر كل أشغال اجتماعات مجلس الأمن القومي، نحب نعرف تأكد الكلام هذا وإلا تنفيه. شوف، أنه فما علاقة بين الجهاز السري والاغتيالات اللي قالوا سي عبد الكريم الزبيدي، هو الفترة هذه نحكيه على فترة الترويكا، هو كان وزير في فترة الترويكا مع سي حمادي جبالي، هو نجم يجاوب عليها. لأنه فما أنا ما كنتش غادي وقت الفترة هذيك ما نعرفش شفيه، هو كان وزير دفاع ينجم مادام قالها، مادام عنده معطيات واحد في مسألة العلاقة بين الاغتيالات والجهاز السري. أنا اللي نعرف وين فما بحث قضائي اليوم محلول، النيابة العمومية متكفلة بالموضوع هذا، ثم قضية تحطت في القضاء العسكري أيضا وتخلى عليها للقضاء العدلي، وفما أنا في بالي فما معناها تقدم جدي في الموضوع هذا في مستوى الأبحاث. أما أنه أنا باش نجزم أنه ثم علاقة اليوم، الحقيقة ما عنديش معطيات. هذا 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 عكس ما تقوله هيئة الدفاع في ملف اغتيال الشهيدين، وأيضا هيئة الدفاع اللي رفعت القضية هذه. أنا نسألك، هل يعني البطء هذا في نقصد في البطء القضائي، هل وجود حركة النهضة كشريك ليك في الحكم منعك من الإذن بالتسريع؟ تقول التسريع يعني نعرف اللي عليها فما مسألة استقلال القضاء هنا مطروحة، منعك من الإذن بالتسريع في تناول الملف والتسريع في الإجراءات، أو فما تقصير قضائي في الحكاية؟ شوف، مسألة الجهاز السري أنا تكلمت عليها في البرلمان وقلت أنه إحنا دورنا كسلطة تنفيذية هو تسهيل عمل القضاء، وجاء القاضي المكلف بالعملية هذه وقت اللي خرجت حكاية الغرفة السوداء طلب باش يدخل وزارة الداخلية، حط القفل على الغرفة هذه وهز كل المحجوز مكناه منه. إحنا دورنا كسلطة تنفيذية سهلنا لهم كل شيء. وقت وزير الداخلية قال لا توجد غرفة سوداء. لا تجي، شنو يقصد هو؟ معناها غرفة مش هي كحلة، هي مدهونة باللكحل. غرفة سوداء هي غرفة أرشيف. غرفة سوداء معناها غرفة مسكرة وكذلك، معناها غرفة سوداء. زاد هما يخدموا ما لا يخدموا في واحدة سوداء، ما هي غرفة أرشيف. جاء القاضي وتمكن من كل الملفات
ومن الاول هو جاء شمع الغرفه هذه السوداء وغرفه الارشيف وتمكن من كل الملفات. احنا عملنا كل ما في وسعنا للتسهيل. وانا لا وانا ها نقول لك نطالب اذا امكن معناها انه اليوم القضاء يكشف لنا بالسرعه المطلوب على اللي تورط في الحكايه هذه حركه النهضه ولا غيرها، مع ان حتى ما يلزمش نخبيه ولا حتى طرف. واضح واضح. ثم صوره سيئه تسوقت في الخارج على الامن القومي في تونس بعد اعلانك على الحرب على الفساد. تم ايقاف زوز قيادات امنيه ساميه اللي هما صابر العجيلي مدير سابق لفرقه مكافحه الارهاب وعماد عاشور مدير المصالح المختصه بتهمه التورط في ما يعرف بالتامر على امن الدوله. في نفس القضيه توجهت التهمه الى وزير الداخليه السابق محمد نجم الغرسلي اللي بقى تقريبا لحد الان بحاله فرار، ثم اقاله وزير الداخليه لطفي ابراهيم. ترش معايا انه هذا ضرب من العبث بالامن القومي وحتى بالكفاءات الامنيه. والله لا مش صحيح، مش صحيح. شوف كل واحد انا من معناها كل ما دخلوا معناها عطيتني زوز ملفات، الملفات القضائيه الايقافات هذوما انا ناكد لك ما عندي فيهم حتى اطلاع. انا سمعت كيف من الناس كله يعرف، انا سمعت من عند وزير الداخليه قاعد كنت في اجتماع وعلمني وزير الداخليه، سمعت كيف الناس الكل. بالنسبه للملف لطفي ابراهيم شيء اخر، لطفي ابراهيم تم اقالته لاشياء اخرى مش فقط انا نقيم. لماذا تم اقالته؟ واتهم بتدبير انقلاب. لا لا مش هذه التهمه، شو هذه اتهموه هي مش قضيه، لكن التهمه تم ترويجها في بعض وسائل الاعلام. اي وسائل الاعلام انا مش شو هذايا. كيما مره جاني واحد كتبوا عليه في الفيسبوك قال لي الفيسبوك تاع الحكومه، يودي هديك قلت له راه مش تاع الحكومه. أخي أنا مسؤول على اللي يتقال في الفيسبوك ومسؤول على اللي أنا أكثر واحد معناها نعيش في تهجمات يومية على نفسي وعلى عائلتي وكل شيء، ولكن هذا هو الوضع اللي نعيش فيه. لطفي ابراهيم تم إقالته لأسباب أخرى. اللي هي؟ لأسباب أخرى. اللي هي سيدي؟ اللي هي حديثة قرقنة مثلا، تقصير أمني صار في قرقنة. ثم وقت اللي ماتوا أكل أكثر تذكروا هذيك، وبرا شوف اليوم الوضع الأمني في قرقنة وشوف الوضع الأمني وقت اللي كان في الفترة هذيك. وصل قرقنة بيدهم لأنه كانوا فما وصلنا في قرقنة عندنا 10 أعوان راهو. 10 اعوان ما عندهمش وين يسكنوا، مشينا كرينا لهم نزل وسكناهم في قرقنا باش نحميوا الجزيره. وشوف عدد الحراقه نفسه هناك اسباب برش. اخرى تتكتم عليها السي لا سي سي. طبعا طبعا ثم سي فما سي لا شنو فما اخر شو انا نقيم. انا عندي فريق حكومي فيه اكثر من 26 وزير ونشوف ونقيم كل الوزراء ونتبع فيهم يوميا. فما امور طلبتها منه ما يوفيش بها، فما انا فما ثقه وصلت منعدمه، فما علاقات ما الى اخره. انا قدرت علاقات فما ما شو معناها كي نخدموا الدوله نخدموا الدوله والحكومه. انا معناها السيد هذا وصلت اختلافي معاه فكلمته قلت له انتهى المكتوب، انا اخترته انا جبته لوزاره الداخليه، انا اخترته ولاء لي لوبي ربما ولا من فيك شو فيك. انا ما نحبش نتهم خدم الدوله نشكره كان امر حرس اعطاه من وجود الدوله اختلفت عملت تنظيفه بعده لو سيد يوسف الشاهد سامحني نرجع عملت تنظيفه بعده لاقالات لقيادات امنيه محسوبه على لطفي ابراهيم وعلى رجل معروف انه رجل ذل حتى لا نسميه. الله الناس كل تعرف كل شيء هاي الناس كل تعرف هذا متاح للجميع. نتكلم على كمال ضيف بوضوح شو انا ما نعرفش هذا كان سياستك في الحكومه. انا ذا ما نعرفوش السيد ذا لا نهار ريتو لا نهار كلمته لا نهار نعرفه، ما عندي حتى علاقه بشو. انا جاي من جيل اخر وفرحان اللي ما عنديش علاقه بالشيء هذا بالعالم هذا. انا نقيم العمل التقني نتاع الوزير وشفت اللي الوزير هذا ثم معناها انعدمت الثقه بيني وبينه فقلت له انت المكتوب ما بيناتنا. وهذا عادي هكاك تصير الدوله راهو الدوله ما تقفش على شخص وكيما انا نهار اخر باش نمشي ويجي غيري هذيك الدوله. باش نسالك على الحرب على الفساد اللي تقدمت على اساس انها نجاح وانت تحدثت عليها في اكثر من مناسبه. القضايا اللي تفتحت في شهر ماي 2017 في إطار ما يعرف بالحرب على الفساد ضد شفيق جرايا نجيب اسماعيل فتحي جنايح وغيرهم من الأسماء انتهت كلها بالحفظ بطرف بالحفظ. لا مش صحيح طبعا باستثناء شفيق جرايا وياسين الشنوف. شو هاتوا نعطيك الإحصائيات هي صارت عملية مصالحة مع الديوانة فما محاضر صلح تعمل لكن مش هذا السؤال نتاعي. حتى قرارات المصادرة نفسها في إطار الحرب هذه على الفساد تم الطعن فيها واستصدار قرارات لإيقاف تنفيذها. يعني فهم أنها الحرب هذه ما كانتش سياسة دولة في نهاية المطاف بقدر ما كانت
عملية لخدمة صورة رئيس الحكومة؟ شوف، الحرب على الفساد احنا انطلقت الشرارة الأولى بالعمليات الإيقاف، بعملية الإيقافات، ولكن الحرب على الفساد ما هيش بتتوقف على إيقافات، ما هوش هذا. تم إيقاف أكثر من 22 شخص، وتم إيداع، وإحنا أحلنا الملفات كل القضاء، والقضاء هو اللي قرر مرة أخرى، ما هوش بيدينا الأمور. احنا أحلنا كل الملفات، ثم تم إصدار 15 بطاقة إيداع في 22. ولكن احنا راهو الهدف نتاعنا مش نحطوا الناس في الحبس. انا اللي جي يقول لي اللي متهرب ضريبي ولا متهرب جبائي ولا عنده طبيب، يا اخوي يجي خلص، خلص لي 200 300 ورق. مليون دينار نحطهم في التنميه، في الجيات، في القصرين، وفي الديبوزيت، ويمشي على روحه. ما حاجتيش انا شنو مصلحتي انه يدخل الحبس؟ ما عنديش حتى مصلحه، اما حق الدوله يلزمك تخلصه، واحنا ماشيين في التمشي هذا، يجي خلص ويمشي على روحه، معناها في اطار صلح منظم، مش هو كيكه يصير ثم لجنه صلح في وزاره املاك الدوله. احنا معنا حتى هدف باش ولكن ماهوش صحيح. هذيك الشراره الاولى نتاع الحرب على الفساد، وهذيك عطات دفعة لأجهزة الدولة باش تتحرك، لأنه راهو الفساد متستر عليها. خمس دقائق. الناس ما تنجمش تتكلم. خمس دقائق. السياسة الخارجية، قلت في تصريح على الملف الليبي أنك تتعهد بخروج تونس من الحياد السلبي من غير ما نمسه بالثوابت الدبلوماسية التونسية، وقلت يلزمنا نعملوا الحياد الإيجابي ونحكيه مع كل الأطراف. كيفاش باش يكون الحياد الايجابي سي يوسف اللي تحدثت عليه في الوضع المعقد جدا في ليبيا وتونس تقريبا، وهذا بشهاده الناس اللي عارفين بالشؤون الدبلوماسيه، ما هيش قاعده تلعب في دور محوري في الملف الليبي، لانه للاسف المفاوضات حول الملف الليبي تدار خارج تونس. ذكرك لبداية الأسبوع هذا كان فما اجتماع للقيادة العامة لأفريكوم، وحضروا الوزير الأول في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، اجتماع صار في تونس بحضور السفير الأمريكي. ونذكر جديدة ببيان الأمم المتحدة وتصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة. يعني كيفاش ترى الحياد الإيجابي هذا في ليبيا؟ شوف أنا كل مع هذا قلت مع الدور الجزائري مع بعض كل ما ذكرته سيناجي من مبادرات فشلت، فشلت كل المبادرات هذه الدولية في الحالة الليبية فشلت، لأني أنا عندي اعتقاد راسخ أن الأزمة الليبية تونس ما تنجمش تتحل من غير تونس. تونس هي الدولة اللي عندها علاقات أخوية مع كل الليبيين، وعلاقات ثقافية وتاريخية تمكننا باش نلعبوا دور إيجابي بدون التدخل في شأن الإخوة الليبية. احنا معناها علاقاتنا، مستقبلنا بالنسبة لي الاقتصادي وأمننا مع الجانب الليبي، معناها عندنا نفس المستقبل. فبالتالي أنا اقترحت أنه تصير دعوة للأطراف الليبية باش نفسروا لهم إخواتنا الليبيين أنه راهو مستقبلهم الاقتصادي ومستقبلنا الاقتصادي مرتبطين، وأمننا مرتبط 488 كيلومتر حدود مع جارة ليبيا. ما نجموش نقعدوا نتفرجوا احنا، معناها راهو شفتوا اللي صار، طياره دخلت على الحدود، وشفتوا اليوم القنابل قاعده تصير 20 كيلومتر من الحدود التونسيه. فانا اقترحت انه تونس كترؤس الجامعه العربيه، وكنت اقترحتها للرئيس بيجي قايد سبجي، باش ناخذوا مبادرات نتحركوا اكثر في هذا الاطار، كذلك في اطار انه تونس باش تكون عضو غير قار في الامم المتحده. عندنا دور باش، لانه نحس ثم في معناها المجتمع الدولي اون فيبل امبليكاسيون على الموضوع الليبي. المشكل سي يوسف انه في الوضع داخل على الاراضي الليبيه، ثم الامم المتحده، ثم الولايات المتحده الامريكيه، ثم اطراف اوروبيه وعربيه متداخله المصالح، والمانيا مثلا على سبيل المثال مؤخرا دعات لاستضافه مؤتمر دولي معناها حول ليبيا، وباش تجمع له كل الاطراف. هل باش تكون تونس حاضره في الاجتماع هذا ولا؟ يعني حبيت اقول لك اللي يعني تونس مبعدة على الملف الليبي. هذا ايش قلت؟ انا قلت انه خيار الحياد نتاعنا والسياسة الدبلوماسية نتاعنا بدون الابتعاد عنها نجموا معناها نردوها اكثر برواكتيف، اكثر ايجابية، اكثر معناها تاخذ مبادرات. طبعا عدم الحياد، عدم التدخل في شؤون الغير مش معناها تقعد زادة، هذه دولة جارة، جارتنا وعنا علاقات معها وعنا مصلحة معها اقتصادية وامنية، وهي نفس الشيء. انا نقول في عوض ألمانيا تاخذ مبادرة ومشكورة، علاش مش تونس تاخذ مبادرة؟ اللي هي عندها ديزاتو في التفاوض، لأن عندها علاقة طيبة مع كل الإخوة الليبيين، وعندها مصالح مشتركة إلى آخره. أعتقد أنه تونس سيت اون بيس انكونتورنابل في الملف الليبي. واضح. قلت زاد في تصريح أنه تونس والجزائر باش يكونوا قاطرة الاتحاد المغاربي كما لكوب
فرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي، تعتقدش اللي التصريح هذا يعني ينجم يثير حفيظة المغرب الشقيق؟ وأنت تعرف طبيعة الصراع التاريخي بين الشقيق المغرب وشقيق الجزائر. أولا أنا نرى أنه سيخلي الشعوب تحلم، علاش الشعب التونسي والشعب الجزائري معناها اللي معناها كيف كيف شعب معناها دم وسال مع بعضه، في علاش ما نحلموش بمعناها مصير مصيرنا مشترك احنا اليوم منذ الاستعمار وغيرها. فانا اعتقد اليوم وهذا انطلقت فيه راه، وانا تحدثت مع رئيس الحكومه الجزائري وقلت له نبداو في دراسه اليوم يزينا من مساله معناها التبادلات المعطله في معناها بضاعات كل مره تتوقف في الديوانه، خلي نخزروا الكبير ونخزروا البعيد، احنا ابريتو مستقبلنا مشترك وتاريخنا واحد. وهذا ما يمس بعلاقتنا مع المغرب، علاقتنا طيبة مع المغرب. علاش احنا اليوم فما تعطل في وحدة المغرب العربي اليوم واقفة بكل صراحة. دي شوف نرجع لك، انا الترشح متاعي جاي من البراغماتية من الواقعية، اما نحرك المغرب العربي عن طريق تونس والجزائر وان شاء الله نخلقوا ديناميكية كبيرة في انتظار عودة ليبيا الى اخره، ولا نقعدوا مكتفين يدينا ونخسروا في ليزوبورتونيتي؟ الكلفة نتاع عدم توحيد المغرب العربي اكثر من 1% على الناتج القومي الخام لهذه الدول. اكيد راك تبعت التصريح اللي ادلى به باتريس برغاميني سفير الاتحاد الاوروبي بتونس في حوار عمله لجريدة لوموند الفرنسية مؤخرا، قال الاقتصاد التونسي في قبضة عدد قليل من العائلات والمحتكرين. هل توافقوا في التشخيص هذا؟ اولا التصريح هذا ما عندوش باش يقوله، ماهوش دوره، ما عندوش لا ماهوش دوره، ماهوش دوره، ماهوش دوره باش يمشي يصرح بالشيء هذا. واذا عنده معطيات هذا يجي يقولهم لنا لنحنا، وتم استدعاءه في وزاره الخارجيه. ما عادش نسمع بيه هذا وين مشى. تعتبروا تدخل في طبعا ما عندوش باش يدخل في الشؤون نتاعنا. واذا عنده معطيات ومعلومات ثم طرق دبلوماسيه يجي يبلغ بهم، مش يخرج في اعلام البرة. حسب ما في بالي التصريح حتى ما قامش به في تونس، قام به في فرنسا معناها في باريس. فبالتالي انا اعتقد التصريح هذا غير موفق، وحتى كان موجود هذا ونوريك اللي هو قعد كلام حبر على ورق لنهار جاء تو عنده شهرين ولا شهر ونص، هذا لنهار جاب لنا معطيات ومؤيدات. ما نقولوش ما ثماش تجاره موازيه واقتصاد موازي ولوبيات في تونس، طبعا انا واحتكار العائلات موجود، ايه الحرب اللي عاملها الكل انا داخله في الاطار هذا، ولكن انا نخرج ونصرحه هو عنده مسؤوليه ماهوش نامبورت كي. فاعتقد انه تصريحه غير موفق، واحنا بلغنا له اللي تصريحه غير موفق. تحفظ دبلوماسي. جوست باش نختم بسؤال على التحالف الاسلامي، تعرف اللي تونس عضو في التحالف الاسلامي اللي تقوده المملكه العربيه، ما تحدثناش على الخارجيه المهمه اوروبا وافريقيا وكل الاسف. التحالف هذا اللي تقوده المملكه العربيه السعوديه، والتحالف هذا تعرف اللي تم تحويل وجهته للتدخل العسكري في اليمن. هل يوسف الشاهد يعني لو انتخب رئيس الجمهورية باش يراجع عضوية تونس في التحالف هذا، ولا باش تبقي على عضوية التحالف؟ تحكي عليه تحالف الدول الإسلامية ضد الإرهاب، ماهيش تحالف ضد الحوثيين راهو، لا لا هو تحالف لمكافحة الإرهاب والتطرف. أي. لكن التحالف هذا استخدم في الحرب على اليمن ضد الحوثيين. شو احنا موقفنا واضح من الأزمة اليمنية، ومعناها هذايا تونس معناها ماهيش مشاركة في التحالف هذايا ضد الإرهاب بماتيريالمون، معناها مشاركة احنا بيدنا معناها تواصل فيه انصوفر. طبعا التحالف ضد الإرهاب، طبعا ضد داعش، تقول فما تحالف ضد داعش هذاك تونس دخلت فيه واحنا ماشيين فيه، لأنه تلقينا ضربات من داعش وبن قردين عملتها داعش وش اسمه الوهراني، الوهراني اللي قتلناه. استفاف وراء السعودية سيد الشيخ، استفاف وراء المملكة العربية السعودية. شو أنا نرجع لك، أنا واقعي براغماتيكي. عز الدين العلوي أمر كتيبة الجهاد والتوحيد في تونس، والوهراني وش اسمه البزدوري اللي قتلناهم الزوز الاخرانيين تابعين داعش، شي يمني فيهم انا تابعين داعش؟ دونك انا ندخل في اي تحالف ضد داعش؟ طبعا دخلنا فيه لانه عندنا ناس كنشوف معناها رائد التويتي اللي تم ايقافه مؤخرا في جبل المغيله. يا اخي هذا متابع شكون؟ متابع داعش. هل هذا التحالف قاعد يجيب في معلومات على التوانسه المقاتلين في بؤره توتر؟ اذا يجيب لي معلومات وامكانيات قاعد يجيب ولا؟ التحالف معناها ما جابش. لا يمكن، لا لا طبعا يا اخي شوف كيفاش نقاوموا في الارهاب، نقاوموا فيه بالتعاون الدولي. موقفك من التدخل العسكري في اليمن، موقفك مما يحدث في اليمن والصراع مع يعني بين بعض الدول الخليجيه معترفين بالحكومه الشرعيه، ومن وراها فما صراع اخر بين ايران وبعض الدول الخليجيه. هو احنا كي دعمنا هذا فما زوز اشياء، التحالف ضد الدول الإسلامية ضد الإرهاب ضد داعش احنا داخلين فيه،
واحنا مثلا تعاملنا مع الولايات المتحده الامريكيه هو اللي مكن فينا انتروتر فما تعاون كبير لمكافحه الارهاب. موقفنا من القضيه اليمنيه واضح والدبلوماسيه التونسيه ثابته. موقفنا من ايران وموقفنا من المملكه العربيه السعوديه معناها واضح ما ندخلوش هذاك، احنا قاعدين معناها في ثوابت الدبلوماسيه التونسيه. بقى اليوم راهو كي تقول لي داعش تحالف ضد داعش ولا الارهاب، يا اخي تونس منين نجيب في الامكانيات؟ انا كي مشيت للولايات المتحده الامريكيه عملناه في 2017 كانت امريكا باش تنقص المساعدات لتونس ب 50% وقمنا بلوبي كبير. نذكر قابلت اكثر من 21 مسؤول في 48 ساعه باش تراجعوا واعطاونا دعم امريكي وزادونا الدعم. فهناك كي تحكي لي على السياسه الخارجيه في مكافحه الارهاب، انا مستعد نتعامل طبعا في مكافحه الارهاب مع الدول هذه اللي عندها خبره وعندها تكنولوجيا وعندها تقنيات، واحنا مازلنا ننقصوا امكانيات. قدمنا كثير، قدمنا بفضل البسالة متاع الجنود متاعنا وحقيقة العزيمة والإرادة القوية متاعهم أكثر من إمكانيات وتقنيات. شكرا. فيما شكرا. نكمل سؤال يتعلق بالوضع في سوريا والعلاقات التونسية السورية، هل يتعهد يوسف الشاهد بإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية وفتح مرة أخرى راهو نحكيو بدقة، شو إعادة العلاقات؟ العلاقات التونسية السورية موجودة. موجودة على المستوى الأمني، فما تنسيق أمني. لا فقط. ثم عندنا مكتب قنصلي في سوريا موجود. إي موجود. لكن فما استفسار. شنو؟ لا، دونك احنا نحكيو على شنو؟ نحكيو على تحسين التمثيلية الدبلوماسية التونسية في سوريا. وهذا ماشيين فيه، ونقول لك علاش ماشيين فيه. لأنه تونس في باش ندخلوا عضو غير قار في المجلس المجلس الأمن هكا ولا؟ والموضوع السوري مطروح والموضوع السوري مطروح على الطاولة طبعا. فبالضرورة أنه يلزمنا نرفعه في التمثيلية نتاعنا. ثم نقطة أخرى، مسألة عودة سوريا للجامعة العربية وتعرفوا بدا بها الرئيس البيجي قيس سبسي الله يرحمه وكل البيان اللي خرج هذاك تواصل فيه طبعا ثمنوا الجانب السوري اللي هو تحدث على معناها تطبيق معناها تحسين العلاقات. خليها في الأسئلة العاصفة كملتهم أسئلة أخرى بعد شوية. كاميرا حسام حمد يجي بحذنا في فقرته وتنرجعوا نحكيو زاد على الاقتصاد وكذا كان في الفترة أو في المرحلة في الحملة الانتخابية. مش عندي لك هذا التصريح للممثل والدرامي والمسرحي الأسعد الجاموسي. يوسف الشاهد مسك الدمان متاع البلاد وقت اللي برشا 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 معناتها عواصف وشد روحه وقت اللي جاء وقالوا له احنا توا يا تستقيل يا نمرمدوك، يا اخي هو قال لهم لا. ونعتقد انه الصفة هذه من صفات القوة والاعتداد بالنفس اللي خلاته يقدم القدام وما يوخرش. وبالتالي أنا نعتقد أنه سي يوسف الشاهد من الكاريسمات الكبار اللي تنجم تكون رئيس دولة. تعلق عليه؟ والله ما نعرفوش، أنا مشكور معناه ونشكر على الموقف. سؤال من فيسبوك يوسف الشاهد، السؤال يقول تيوني السؤال أمال بوليلة، علاش بعد قرار غرق السياب في صفاقس في 2017 لماذا لم تتابع الموضوع وخليت المواطنين يفقدوا الثقة فيك؟ شكون اللي استكرها سياب في الأخر؟ الحكومة هذه ولا؟ عندها شهر؟ شهر ولا عام؟ من 2000 وتعرف غلق قرار غرق السياب من وقت بن علي من 2008 فما مجلس وزاري أقره حتى حد ما نجم يستكرها سياب. واحنا كي أعلنت على القرار في 2017 ثم أن بروسيس وفما ديزابيل دوف بور ديمونتلي معناها السياب ماهيش عمليه سهله، سكرنا المدخنه الاولى والمدخنه الثانيه ثم تم تسكير هذايا معناها اللي صار منذ بضعه اسابيع. وهذايا من حق الصفاقسيه انهم يتنفسوا هواء نقي وانه المنطقه هذيك معناها تفتح على مشاريع متقدمه للصفاقسي. شو انا ديما هذايا منذ ثلاث شهور يقولوا لي خلي يقولوا قرار انتخابي، المهم تسكرت السياب في صفاقس. هي تمت بعد اشهر. لا نوريك فما مسار كامل نتاع الاغلاق، فما معناها لو ديمونتيلمون عمليه دقيقه جدا يلزمها دي سبيسياليست ودي زابيل دوفر ماهمش سهلين. فهذا الكل كان مسار ومشينا في المسار هذا وتم الاغلاق. على كل انا ديما نقول مثالش اعتبروه قرار انتخابي، ولكن المهم صفاقسيه نفسه هواء نقي. حسام حمد مساء الخير، مرحبا في موعدك. كاميرا حسام الان، مرحبا حسام حمد. Hey.
حنبداو من الاول. اول ما بدينا الحوار حتى مع ابو بكر وانا في الكواليس قلت له كيفاش تو؟ قال لي لا فماش شويه بلتي هاني جيتك اصبر يا زين. وفات عيطك سي يوسف خاطر ماكش بصفه سيد رئيس، سيد رئيس الحكومه هكا نورمالمون هكا. اي يوسف شاهد مترشح للرئاسه، مترشح للرئاسه ماهوش سيد رئيس. احنا لقينا في الانترنت صفه اخرى، حتى تسالت باش نعيط لك في الفقره الخاصه هذيا، لقينا الاجابه هذه. يا ربي يستر. لذلك معنا اتفقنا انه مش عيط لك ها يوسف. اذا ها يوسف هذيك المراه الريفيه اللي خدمت عليها برشا. اي كل شيء يمشي. خلينا نمشيو تو نحكيو على حفله كارتاج، نفكروها مع بعضنا والفيديو شهير. هل تعلم ايش معناها وسحن موهر بقشور وتسمر اللغه في ستورو؟ خاطر ان كنت تعلم ما تصحش رئيس في تونس، تمشي لهولندا خير. شو اولا انا نحب برشا الراب. والراب معناها يعبر، ونحب مش كان سماره والاخرين الكل بلتي وماستر سينا كلهم يعني نتبع فيهم من قبل. والراب يعبر على اون اكسبريسيون تاع الشبيبه التونسيه والشبيبه في العالم. الراب تو مش يعبر لك على انجازاتك، تسمعوا خاطر انجازات الحكومه ما همش قاعدين يحكوا عليها برشا. هذه شوفوا انجازات الحكومه بطريقه خاصه. كي نقول الامور صعيبه عندنا 620 الف. اليوم عجز الصناديق يقارب تقريبا 3000 مليون. يعني 700 مليون. الديون المتراكمه. الكتله الاجور اللي تعديت من 6 الى 17 الف. وعندك اتفاق نتاع 1800 مليار. اعتمادات متوفرة 18.5 مليون. We arrived at 2016. Aujourd'hui j'ai 240 000. وبحاول افهم كيف خير هذيك كلمته. بحاول افهم كيف خير. طيب تمشي مباشرة إلى نقد الصحافة. الصحافة تنقد برشا وعندك برشا نقد عند الصحافة في الإذاعات في التلفزيون في الجرايد. هتشوفوا إحدى فيديوهات النقد. اليوم هي تو توصلي من العذابي تو انت بعد معناها بورقيبه واحمد التليلي واحمد المشتيلي وحاسيب بن عمار و... ومعناها المصمودي و... والباجي كي كان في وقته عبابث نتاع السياسه يتفاوضوا مع الليغور ويعملوا كذا ويعملوا حكومه تفاوض وياخذوا استقلال بطريقه ذكيه ورهيبه ويعملوا ترغيب وترهيب. تجيب سليم العذابي و... ويوسف الشاهد هذوك حقهم في الكود التنس يلعبوا في التنس وياكلوا في الجيلات ولابسين فريت فلوت وشرط ويحاسوا بالميدان. هذا نتاع سياسه نتاع دوله كيما تونس. بعد النقد هذا قلنا نبدلوا لك السبوت بتاع اللي هبط امبارح. خلينا النقد هذا. تفضل جاوب تفضل. هما كي جابوني في 2016 يتخيلوا الصوره هكا، اختارت حاجه اخرى. خلينا نشوف السبوت كيش في وجهي. يوسف الشاهد امن اقوى، فلاحه اقوى، صناعه اقوى، سياحه اقوى، مع يوسف الشاهد جلاح اقوى. في اطار جيلات اقوى حبينا نشوفوا زاد كيف كيف حواراتك القديمه عندنا برشا الارشيف محلاه، ما الارشيف محلاه خاطر كي نجبدوا من الارشيف نلقاو حوار مع فرانس 24 يتقال فيه الكلام هذا. Le fils du président dirige aujourd'hui Nida Tounes, le principal parti de la coalition. Certains soupçonnent le président de vouloir mettre en place un pouvoir dynastique. Qu'est-ce que vous répondez à ces soupçons? C'est faux. C'est faux, je ne le crois pas du tout. Le président, comme j'ai dit, c'est lui qui a permis le développement de cette expérience démocratique tunisienne. Le fils du président, il est un militant de Nida Tounes, c'est le directeur exécutif. Il a toutes ses chances, comme tous les autres, dans un système démocratique aujourd'hui. Et vous, Youssef Chahed ? Avec Enti, Youssef ? هذاك انت اورورو اورورو باس دي معناها باس. فهمت. نمشيو الى نصيحه الفلكي محسن العيفه. نصيحه الفلكي محسن العيفه اللي شاف البلوره حاجات يحب ينبهك منهم. هذه محضر لي. ايوا هذه محضر لي حسام حمد. تو شو احساسك بين الصحفية كما هكا ابو بكر بن عكاشة؟ والله يعني في بلاصتي كل جمعتين نعمل انترفيو مع فراس 24. لا فيهاش ابو بكر علاش ابو بكر؟ خلينا نواصل نمشيو الى نرجع للفيديو. يا ريت دقك ربي نسيتها هكا والله غالبا. نمشيو نحكيو على انا اللي عمل لي كيك يصير في ابو بكر ما عنديش وقت. اي ما اي نمشيو مع الفلكي محسن الفلكي عندي نصيحة لك استاذ يوسف.
لكن تو قد صار دخان. اه الكارتة الطاولة منصوبة والناس تقطعوا تريش. أنا كفلك روحاني وعالم فلك ننصح سيسي يوسف حزبك باهي، لكن حرف الهاء أنثى وحرف الساء رجل، اللي هما سياسيين كلفهم سيد الشاهد. أظن ماشي في رأسه الحزب اللي هو ماشي بيه. أخذوا يا سي يوسف الكارتولوجيا نقطة وجرستر. وانا تعرف سي يوسف ودي تعرف حرف الهاء أنثى هبريل قبطين حرف الساء ذكر سيدي من غربي أظمر الدباك من المزوز. هو ما عندوش كل أخبار ذيك، عنده أخبار باهي. خلينا نجيبوا العيفة مستشار ذي باهي. لا تنشوفوه شكون يربح في الياسر. على فكرة أنا رأوا من فيها مذومة ودجال. لا لا خلينا كذب المنجمون ولو صدق دجالة لا ما فلك 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 يمشي توقع من فلك عنده أخبار باهي. أنت تفدلك عندك فلك فلك عنده أخبار باهي. حرف العاء البلورة يقول لك نواسي واعتب لو كان باع من الذرية. الناس ينتع حرف العاء ينجم ينجح هو يوسف الشاهد. هو عنا زي شكوك في زوز 50-50 يا إما عيادة دهماني يا إما عبد الكريم زبيدي هو يحب كاسي يستور ينجم. باش نواصلوا خلينا نمشيو للمناضل الآخر في أحد الاجتماعات بتاع الحزبية. سي كمال بالحاج ساسي كان موجود مع سي سليم العزابي وكان فسر تحية تونس معناها بالضبط. كلمة نختصرها في كلمتين وتبعوا معايا وتعاودوا الحرف الأول هذه بالنسبة لتحية تونس. تحية تونس تحية تونس كل حرف التاء تقدم وتضامن. ح ح حماية اجتماعية وحب بيننا يا يد في اليد من أجل تونس القدس تضامن والولاء والوفاء للشهداء والولاء لتونس الولاء نون شكوني ولاء شكوني ولاء اسمع تاني وليش كنا؟ خلينا نمشيو نقدموا في ساعة خلينا نحكيو على سي كمال مناضل كبير بمناسبة نحييه حتى ولا مناضل كبير مناضل كبير والناس الكل يحبوه برشا بيستاقس وأنا كنت غادي وشفته ممتاز. نمشيو نشوفوا يوسف الشاهد كيفاش يشوفوه الآخرين. شوفوا يوسف الشاهد كيفاش يشوفوه معارضين. باش نكمل باش نكمل بشوفوا يوسف الشاهد كيف يشوفوا حافظ قائد السبسي. Requesting QRF being pinned down by sniper fire on approach of high value target. باش نكمل نواصلوا زاده بنشوفوا يوسف الشاهد كيف يشوفوا راجل غنوشي. انت مكانك مش هنا امال فين؟ فوق. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي. ايوه طب ما تطلع انتوا فوق وانا استناكم هنا تحت. باش نشوفوا مؤخرا سفيان بن فرحات كيفاش يشوفكم. باش نرجعوا لحرب العام باش نرجعوا لحرب العام نشوفوا عياد الدهماني كيفاش يشوفك. عياد Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. Très bien. Ouvrez les yeux. Yed, je vole. Merci, Gal. Mme Jamais. Mme Jamais, c'est Kamel Ghel Manwarik. Mon neuf, c'est Saïd Abdel Karim Zbidi. Je vais chauffer. وانت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. اكيد فقط اليوم بتنجم شتوفه كان بالفيديو هذا. بلي نزلت على خاطر الوقت ليميتيد بلي قول لي كي تفرجت على الفيديو شنو احساسك؟
حيوز والله انا شخت اليوم كي تفرجت فيك انت فاش فيك انت تو شيخنا فرحتنا يعطيك الصحه باين نحكي شويه سيريو خاطر فما مطلب من عند واحده من الالياف كما كنت تحكي انت بكري واللي انتم معناها تعملون في البرامج اللي عندها ميساج اللي كنتي على حاجه اللي مفقوده في تونس ويت لوج عليها وهذا الميساج تقول لك القدومة مطلب شعب كانت هذه كمان عصر شكرا لك حسام محمد بارك الله فيك يعطيك الصحة شكرا شكرا نجي دايري وسندا نلقاكم بعد قليل هذا فلاح هذا فلاح يوسف شادي حب يسألك هو ولد القطاع جاء من وزارة الفلاحة ومهندس فلاحي وخذا برشا إجراءات لصالح الفلاحين وصالح القطاع ونحب نسهلوا إسكو هو راضي على أداء وزارة الفلاحة في السنوات الأخيرة ولا لا تونس دولة تونسية حاجتها بالقطاع الفلاحي ولا لا شنية التوجه متاعه في القطاع الفلاحي في السنوات القادمة خاصة أنه الفلاحة قاعدة توفر في العملة الصعبة للقطاع الاقتصاد الوطني توفر في مواطن الشغل توكل في 12 مليون تونسي توكل في 9 ملايين سايح الأموال تتضخ صندوق الدعم للاستهلاك علاش ما توجهش للفلاح التونسي علاش ندعمه في الفلاح الأجنبي بالتوريد بالنسبة للمفاوضات متاع الليكا مع الاتحاد الأوروبي اللي وقع تجميدها في المدة الأخيرة شنية باش يكملوا باش يعاودوا يتفاوضوا مع الاتحاد الأوروبي في النقطة هذه وشنية الاستراتيجية متاعه بالنسبة للقطاع الفلاحي بالنسبة في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وسيم سلوتي فلاح قال هل أنت راضي على أداء وزارة الفلاحة شنية استراتيجية مستقبلية بالنسبة للقطاع الفلاحي مسألة ذلك جمت أما كيفاش ترجع للتفاوض شنو باش يكون التفاوض من أجل الفلاحة التونسية كان تجب جاوب باختصار سيدي الشيخ شو اليوم في تونس كما قلت عدم الاستقرار خلى السياسة الفلاحية في تونس ماهيش واضحة كما في بما فيه الكفاية اليوم يلزم سياسة فلاحية تحط الفلاح في قلب العملية لأنه الفلاح هو معناها اللي ينتج يلزم سياسة فلاحية متناغمة مع السياسة التجارية ويلزم معناها نقفوا على النجاحات ثم منوال تنموي فلاحي وصل معناها للحد متاعه في استهلاك الموارد المائية في الحفاظ على البيئة إلى آخره يلزم اليوم تغيير كامل اليوم يلزم الخارطة الفلاحية في تونس تتغير ثم أشياء معاش نجم ننجوها وثم أشياء عنا قيمة مضافة عليها سمير طيب قالوا عن 3 سنين راه شو أنا عن نخو فقط قطاع مثلا قطاع الزيتين احنا عملنا قرار مهم جدا عطينا 50% على المشاتل باش الناس تزرع الزيتون برا شوف الزيتون توا في الجنوب التونسي لي زون دو برودكسيون قاعدين يتغيروا في الزيتون لانه الناس اقبلت عليه وعطيتو دعم زاد 50% على المكننه وعطيتو دعم بالنسبه لتربيه الابقار على الاراخي اما خويا تعطيه دعم الفلاح وبعد ياخذه بعد 3 سنين ما عنده ما يعمل بيه شايف لسه هو شو هذاك العصا فلس دكزك ما عادش حاسس السياسه الفلاحيه ماهيش في عام ولا عامين في 10 سنوات تغيير سياسه فلاحيه يعطيني دعم توعدني بالدعم اي اي يوسف شتك توعدني بالدعم اعطيني دعمي في وقت ما فما نجم تستثمر فما فما اليوم امكانيات تاع الدوله نحكيك على التصور ما توعدنيش بحاجه ما تنجمهاش لا 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 انا ما احنا مانيش نخدموا على اشهر ولا 6 أشهر ولا عام نخدموا على سياسه فلاحيه نتاع 10 سنوات على كل انا نقول انه في الفتره القادمه انقاذ تونس باش يجي اون بارتي من الفلاح لاليكا معناها صارت عليه شوشرة ومغالطات كالعادة شبيه احنا معناها احنا ما فماش تفاوض يمس من مصلحة تونس وقلتها ونعاودها انا في علاقتي حتى بالاتحاد الاوروبي وهذا ما تحدثناش عليه في السياسة الخارجية اعتقد انه الاتحاد الاوروبي يجب انه يكون هناك اتفاق جديد مع الاتحاد الاوروبي ما عادش نجم نواصلوا في الاتفاق هذايا يدعموا فينا يعطيهم الصحة ولكن غير كيفي غير كيفي اليوم ناخذوا فيه 100 مليون يورو معناها هيبة والباقي الكل ناخذوا فيه قروض هذا مش ممكن اذا حبوا حقيقة علاقة شراكة وتونس أنا تقاوم الهجرة غير شرعية وتحمي ما تقاوم الإرهاب وإلى آخره ووضع ديمقراطية في تونس يجب معناها أنه الاتحاد الأوروبي وبعض السياسيين يفهموا القيمة متاع تونس ويكون الدعم متاعهم أضعاف وأضعاف من اللي صاير تو دعم مالي معناها تحب في دعم شكل مالي دعم سياسي طبعا طبعا المسألة التونسية ماهيش سهلة شوف صار في اليونان 86 مليار يورو أو في البرتغال في قضية اقتصادية بحتة تونس ليس قضية اقتصادية تونس ديمقراطية ناشئة في ساعة ساعة على جنوب أوروبا هذه ما يصيرش كل سنة فما ديمقراطية تتكون فبالتالي في المنطقة هذه فبالتالي حاجتنا بدعم حقيقي والفترة القادمة أنا إذا معناها ترشحت المنصب لتغيير العلاقة مع الاتحاد الأوروبي سؤال من فيسبوك والسؤال يقول أبناء منطقة لحبابسة معتمدية الروحية صالح رحماني
لماذا لم ترفع عنا المظلمة ولم تعبد لنا الطريق ولم توصل لنا شربة الماء ولم تجهز المركز الصحي ولا نقل المدرسي الذي سبق ووعدت به؟ والله شوف هذه معناها تنفيذ انا ما نذكرش هذه يمكن ما ربما فما بطء في الانجاز وبطء في التنفيذ نجم يصير متابعه نتاع هذه ما نذكرش الحاله المعينه هذه الاحباب سنعرفها لان انا احدثت فيها يظهر لي البلديه في 2016 كما كنت وزير الشؤون المحليه ولكن طبعا دوك وعدت لا احدثنا بلديه ما نذكرش الوعد هذا على كل ثم مشاكل ما نقولش ليه انا ما نذكرش يوسف شاهد الآن باش نمشيو مع فقرة ماذا بينا الأجوبة تكون قصيرة وقصيرة جدا أسئلتي أيضا حاول تكون قصيرة الاختبار يوسف شاهد لو تم انتخابك رئيس جمهورية أبو بكر بن عكيش هل ستختم القوانين التي يصادق عليها البرلمان وتحترم قرار الأغلبية البرلمانية؟ نعم من تعتبره خطر على تونس؟ الشعبوية وبائع الأوهام اللي بيعوا في الأوهام للشعب التونسي ويقعدوا فيهم أشياء غير قابلة للتنفيذ هذمك يمثلوا خطر والفساد أيضا يمثل خطر من هو المرشح الذي لا تتمنى أن تراه في الدور الثاني؟ والله شوف اليوم الصندوق هو اللي يحكم أنا ما نحبش نجي في بلاصة الصندوق الشعب التونسي هو باش يقرر أما أنا أدعو الشعب التونسي باش ما يصوتش للفاسدين واللي يمارسوا في الشعبوية من تريد أن تراه في الدور الثاني؟ إن شاء الله نتعدى في الدور الثاني وإن شاء الله يكون على الأقل فما ممثل للصف الديمقراطي على الأقل هذا هو الهاجس متاعي قلت لك ثم 7 مرشحين للأسف وفما اختر على الديمقراطية التونسية أتمنى أن يكون فما على الأقل مرشح للصف لماذا تدعوهم للتخلي لك؟ لا ما دعيتش للتخلي لي دعيت إلى إيجاد صيغة توافقية بيننا احنا الكل هل يمكن أن تتخلى لصالح مرشح؟ أنا كما قلت لك اليوم أطلقت مفاوضات منذ أشهر ومرقيتش الصيغة هذه ولكن فما مفاوضات جدية متقدمة خليها معناها إن شاء الله تتكشف في الوقت المناسب جاوب بصدق طبعا هل لك علم أن الرئيس الراحل رفض على التنقيح الإمضاء على التنقيح أو القانون المنقح الانتخابي أو منع من الإمضاء أو عجز على الإمضاء أنا في اعتقادي الرئيس كان باش يمضي على القرار هذاك على القانون هذاك منع شو أنا كان باش يمضي وكان عندي موعد مع الرئيس قبل آخر يوم قبل انتهاء الأجال اللي باش يصدر فيهم في الرايد الرسمي وتم إلغاء هذا الموعد بضعة ساعات قبل أنا أعتقد الرئيس كان عنده هاجس واحد الرئيس أنا عشت معاه في 5 سنوات الأخيرة هاجس واحد عدم خرق الدستور منع الرئيس كان معناها كل شيء إلى الدستور منع ما نعرفش شنو اللي صار منع وإن شاء الله معناها شفنا كتصاور وكل الأسف أنا أقول الرئيس معناها أستغرب أنه كان ينجم يخرق الدستور بالطريقة ذيك أنت رئيس حكومة وتأتيك التقارير الأمنية ماذا حصل في القصر الرئاسي في الأيام الأخيرة البيجي قايد سبسي والله حصل معناها تم معناها طبعا كانت فترة الرئيس ما كانش يمشي للمكتب متاعه كان الرئيس في دار السلام كان ثم طبعا إقامة الرئيس في القصر دار السلام أي معناها نعم. في منزله حبيت نقول وليس في المكتب أنا كنت معناها كلمته ولا وشفته معناها بضعة فترات ولكن في الفترة الأخيرة تم نوع من التعتيم للأسف معناها ربما صار نوع من التعتيم أنا بيدي معناها إن شاء الله الحقيقة هذه تكشف يوم من الأيام منها معناها عدم إمضاء هذا القانون أنا استغرب الرئيس أنا سألتك قلت لك عندك تقارير أمنية لا لا ما عنديش لا يا أخي أنا مش نبحث على الرئيس وما عنديش لا ما عنديش القضاء بر نجيب بن اسماعيل مثلا وغيره اللي تم إيقافهم في تال الحرب على الفساد شنو مصير المصادرة اللي شملتهم هما وغيرهم هذوما الكل شو احنا استعملنا قانون طواري في الايقافات هذه ثم احلنا الملفات كل القضاء اليوم الملفات هذه الكل يتعاطى مع القضاء اللي في حاله ايقاف واللي في حاله صراح حتى ولو في حاله صراح هما معناها الملف تحت انظار القضاء فالكل في انظار القضاء احنا ما عندناش دخل في الحكايه
تم إحالة كل ملفات. قلت أنا أخطأت. ما هو الخطأ الذي لا تغفره لنفسك؟ أنا نقول ربما ما نعرفش نجم تحط على صغر السن ولا معناها في الحرب ضد الفساد دخلت بدون أي كومبرومي، معناها دخلت بدون أي اتفاقيات ما حاولتش معناها، وجاءوا أطراف حبوا معناها يرقاوا اتفاقيات، فدخلت بطريقة ربما معناها ما كانش معك سند. ذاك تقصد؟ لا لا لا، نقصد معناها في الحرب الفساد الفاسدين هذوما يدوروا حول الدحوم وحول الدولة والأحزاب، فأما ترقى معهم توافقات وتتأقلم معهم ولا تدخل معهم فرنسي كما نقولوا بالعامية. أنا دخلت في الحرب هذية راسي مطبس ودخلت، ربما معناها فما برشا يقولوا لي هذا معناها قلة خبرة من عندك، ولكن أنا مقتنع باللي عملته. دونك مش خطأ هذا؟ لا تعتبروش خطأ؟ فما شكون يقول لي هذا خطأ؟ لا، الخطأ اللي أنت ارتكبته ما تغفروش لنفسك، اللي تعتبره فعلا خطأ. أنا شوف، أنا اجتهدت، يمكن اجتهدت، خدمت بقدر ما أوتيت من القوة، عطيت كل ما عندي في ثلاث سنوات الأخيرة، خدمت 24 ساعة على 24، ما خليت معناها حاولت صعوبات متجاوزها، ويمكن أخطأت ويمكن ما كنتش في مستوى ثقة بعض الناس ويمكن، لكن هذيك هي العمل البشري، الناس هي اللي تقيم، ولكن أنا خدمت بصدق، ما معناها يدي نظاف، خرجت ما عندي باش نخرج معناها ما عندي حتى شيء، كسبت كي معناها كي الناس الكل اللي خدمت به الحمد لله يا ربي، وما عندي حتى ولو جولي، وتعرف ثلاثة سنوات ويخرجوا ومندوات صحفية ويوسف الشاهد والفساد حبوا. شوف فرانسوا ميتيران كان يقول كي تحب تضرب الرسالة أضرب صاحب الرسالة، فلضرب الفساد حبوا يضربوا يوسف الشاهد وشنوا الحرب هذية بقنوات تلفزية بأذرع إعلامية إلى آخره، ولكن الحمد لله يا ربي خرجت. تجربة قصيرة. عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة قال اقترحنا على يوسف الشاهد أن يكون مسنود من النهضة لكنه رفض، هذا يعني أن هناك صفقة؟ غير الصفقة هذه التو نلوجوا عليها، عنا عامين وكل يوسف الشاهد عامل صفقة، أو قالوا باش يخرج من رئاسة الحكومة كان يحب يترشح، هاي سيدي هاني ترشحت لرئاسة الجمهورية وهاني قعدت في رئاسة الحكومة، ما ثماش حتى صفقة يهديك، ما ثماش صفقة، أو بالبروفة، مش قالوا خرجوا جماعة النهضة وقالوا يلزم يدري شنو يلزم يخرج من رئاسة الحكومة إذا حاب يترشح رئاسة الجمهورية، هاني مترشح رئاسة الجمهورية وقعدت في رئاسة الحكومة. هل غدرت بك حركة النهضة بترشيح عبد الفتاح مور؟ لا لا، من الأول حركة النهضة هي حركة النهضة، يوسف الشاهد هو يوسف الشاهد، أنا جاي من عائلة ديمقراطية أخرى مختلفة تماما. رشد غنوشي حليف أو خصم أو ما يلزك على المر كان لمر منه؟ شوف راشد الغنوشي كان هناك شراكة في الحكم، لأنه الصندوق أعطاه 86 مقعد للنداء وأعطاه 68 للنهضة، ما فماش شراكة استراتيجية اليوم مع حركة النهضة، لا توجد. لا توجد بتات. أنت ترفع شعار الحرب على الفساد، ولكن في حزبك هناك أشخاص يتداول عنهم أنهم محل شبهة على الأقل، هل هذا انسجام؟ اللي محل شبهة مشيوا بحثوا وبرأهم القضاء، اش نعمل أكثر من هك؟ وأنا طلبت في حزبي أنه اللي ما تعديش في القانون من معناها تبرئة الجباية تكون واضحة، من معناها التصريح بالمكاسب يقوموا به المرشحين متاع حركة تحية تونس، وهذا الكل متعهدين به، كل ما هو عنده معناها أشياء عليهم يمشي يشكي بهم في القضاء وشكيوا بهم ومسارات قضائية كلهم تم تبرئته. لو تم انتخابك ولا ما نحمي حد، وقلتها ما نحمي حد لا من عائلتي ولا من العائلة السياسية. لو تم انتخابك باش تتبنى فكرة بيع المؤسسات العمومية في القطاعات غير التنافسية، حكيو مثلا على تبغ والوقيد، حكيو على غيرها من المؤسسات، هل تنجم تدخل شريك استراتيجي تونسير مثلا؟ أنا قلت معناها هذيك رؤيتنا للدولة، وماذا بيا نسمع الناس، هذه الحوارات المهمة، رؤيتنا للدولة، الدولة يلزمها تكون مركزة على القطاع الاجتماعي وعلى المرافق العمومية اللي هي التربية والصحة والنقل، هذه يلزم تقعد في أيدي الدولة، الستاج والسوناد وذوما الكل يلزم يقعدوا مؤسسة الدولة. القطاعات الأخرى اليوم الشركات العمومية هذه اللي نحكي عليها ستاج ولوناس والسوناد تعيش صعوبات، علاش؟ لأنه معناها عندنا زاد شركات في قطاعات تنافسية غير قادرة على التنافس، ما تنجمش اليوم تتنافس مع القطاع الخاص بالسوق اليوم تحكم فيها، فاليوم قلت في القطاعات غير التنافسية غير الاستراتيجية علاش لا نخموا في إعادة هيكلة هذه المؤسسات. أعرف بلادك، أين تقع منطقة وشتات؟ بيجا، معناتها ولاية بيجا معتمدية نفسها. معتمدية نفسها، مشيت لها؟
طبعا. شكرا ليك. شوف الباساج بتاعي في الشؤون المحلية وقت اللي عملنا التقسيم الترابي بتاع تونس خليني نعرف العديد من المناطق في تونس ما كنتش نعرفهم، ولكن التقسيم الترابي شفنا تراب الجمهورية الكل وقسمناه 350 بلدية، كانت تجربة ثرية جدا بالنسبة لي شخصيا. شكرا، كان هذا الاختبار. شكرا. نرجع معكم وضيفنا سيد يوسف شاهد المترشح للانتخابات الرئاسية. سؤال من فيسبوك يقول السؤال شدوى جبالي، حب نسمعك تحكي على جواسيس القصبة اللي ينقلوا أدق تفاصيل تحركاتك إلى قرطاج. ما فهمش السؤال شنو. حب تسمع تفاصيل جواسيس في القصبة، تقول هي أمنية وعندها برشا أسئلة هي على فيسبوك، اخترنا هذا، ينقلوا أخبارك إلى قصر قرطاج. يمكن معناها احنا مخترقين في القصبة، يمكن طول يوم كل شيء، يمكن احنا القصبة كبيرة على كل ما نتصورش. أنا معناها في ما نتصورش معناها أنه يتبادلوا معلومات، عادي عنا علاقات تبادل معلومات مع قرطاج. سؤال ليوسف شاهد وهذا يوسف صديق. يوسف الشاهد يزمو يتعلم كما الملاكم، ملاكم عنده مزية كبيرة أنه يعرف يتلقى الضربات، أما مازال ما يعرفش لا يدافع على روحه لا يهاجم. تعرفش دافع على روحك؟ هذا رأيه، هذا رأيه. أعتقد أني أكثر سياسي صمد في الهجمات في الفترة الأخيرة، تلقيت هجمات من كل حياة حد من وصوب، معناه ما ظهريش واحد كلا هجمات أكثر مني أنا من كل الواحد، معناها في حرب على الفساد، في الحرب على التوريث، في كل هذه الحروب تلقيت صمت. ولكن أنا سيفري ما جاوبتش. علاش؟ خاطرني حافظت على الدولة وما نحبش نهبط المستوى متاع الدولة إلى مستوى الهجمات والتهجمات اللي خذيتها في شخصي، لأني ما جاوبتش لأني أنا نمثل الدولة التونسية وما نحبش نطيح مستوى الدولة هذه ونحافظ عليها. سيد يوسف الشاهد مشيو الآن مع اسأل الرئيس، الفقرة مع المعهد العربي لرسائل المؤسسات، الأستاذ الجامعي مجدي حسن على المعهد العربي لرسائل المؤسسات. مساء الخير. مرحبا مجدي حسن. وسؤال أسئلة في الاقتصاد. مساء الخير، مرحبا مجدي. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء الخير، مرحبا يوسف. أهلا وسهلا. في العديد من المرات كنت قدمت أنه أوقفنا النزيف في الاقتصاد التونسي ورجعنا التوازنات الكبرى، وهذا معناها العديد من الأرقام والإحصائيات تبروا. لكن هناك كناخذ الاقتصاد نقوله كما الطيارة، الآن منعناها، لكن هناك إشكالية في محركات متاع النمو. المحركات متاع النمو، نسبة النمو 1.1، ممكن من كم العام 1.5 حتى ولو يكون عندنا موسم سياحي باهي، لكن محركات النمو لما نشوفوا الاستثمار معناها ما تطورش، التصدير وحتى الاستهلاك، وغير معناها اللي معناها المحركات الآن في حالة شلل، معناها لازم تعاود ترجع تخدم. لكن هناك كلفة للإصلاحات اللي صارت، والكلفة هذية معناها كنت ذكرت اللي هناك العديد من الإجراءات لفئة الفئات الضعيفة، لكن أيضا هناك الطبقة المتوسطة، هناك الناس العاديين والشعب التونسي يتفرج فينا، اللي هو معناها ادفع الفاتورة. وقت ننظر الإحصائيات نسبة معناها الليكونت اللي في الروج معناها قاعدين يطلعوا بصفة كبيرة، نسبة الادخار متاع توينسا قاعدة تطيح، معناها التوانسة قاعدين يجبدوا من الادخار متاعهم وقاعدين يخرجوا في الروج باش ينجموا يقاوموا الغلاء متاع المعيشة هذية. والطبقة المتوسطة هي صمام الأمان وهي الحزام متاع الأمن القومي متاعنا، اللي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية. شنو تصوراتك لإعادة القدرة الشرائية ونعاودوا نبنيوا الطبقة المتوسطة متاعنا بعد ما تهريت؟ يعني فعلا احنا عشنا صعوبات كبيرة، وفي كل دولة تعيش صعوبات من حجم ذايا ويدخل صندوق النقد الدولي. ديما نذكر اللي صندوق النقد الدولي أمضى مع الحكومة السابقة، واحنا جينا 3 أشهر بعد ما تخلص الصندوق. كي نقولت كي يدخل صندوق النقد الدولي أعرف اللي ثم 5 سنوات صعب، واحنا حاولنا نخفف في الوطأة بتاع السنوات هذية، وخاصة على كل العائلات المعوزة والفقيرة ومحدود الدخل. علاش ركزنا برامج كبيرة
في الرفع نتاع منحه عائله المعوزة، فكل بطاقه الاي ام جي 1 ولا ام جي 2 تداوي معناها بكلفه بتعريف الكرني الابيض والكرني الاصفر. بقيه الشعب كيفاش؟ بقيه الشعب شوف تعرفش قداش هذوما؟ هذوما 950 الف عائله في تونس، 285 الف عائله معوزة و650 الف عائله محدود الدخل تقريبا وقل شويه. هذوما اكثر من 950 الف عائله، فركزنا عليهم لانهم هذوما دي كلاس فيلنيرابل يتحسوا في وقت الازمه، وكل التدخلات الاجتماعيه 850 مليون دينار تضخوا في قانون الماليه 19 لفئات هذه العائلات ولابنائهم وغيرها وغيرها. ايضا علاش عملنا المراه الريفيه والضمان الاجتماعي؟ لانه نفس الشيء سيدي معناها فئات هشه، ومؤخرا عملنا برنامج لدفع اللي باش نعاونوا الناس هذوما باش يخلصوا فاتوره الاستيغ نتاعهم لانهم معناتها عندهم ضوء مقصوص وغير قادرين باش يخلصوه، فالدوله تدخلت لفئات الطبقات الفقيره طبعا. دونك في وقت الازمه هذه هي لا بريوريتي، الاولويه تمشي للعائلات هذوما اللي تقريب بريس كما قلت لك مليون عائله في تونس. ثم طبعا الطبقه المتوسطه ايضا تعبت، احنا رانا نعيشوا في فتره ازمه، ما نقولوش معناها طبعا كيف جينا قلنا راهو باش ندخلوا في فتره تقشف، قلت انا اول نهار وما كذبتش على الشعب التونسي وصرحته وقلت له راهو الامور باش تتحسن. شنو اللي اثر ايضا على الطبقه الوسطى؟ هو سعر صرف الدينار اللي خلق تضخم، تضخم مستورد. فاليوم في 2019 معناها ركزنا على تحسين سعر صرف الدينار تقريبا 10% تحسن، وهذا المواطن باش يشعر به في الاشهر القادمه. كيفاش؟ نعطيك امثله واقعيه، السيارة الشعبية انخفض سعرها ب 3000 ولا 4000 دينار لأنه التوريد نتاعها قل معناها رخص بفضل تحسن سعر صرف الدينار. سعر الحديد باش ينقص، وكل المواد المستوردة من النوع هذا يلزمها تقل في الفترات القليلة القادمة ويكون عندها انعكاس على المواطن. وشفتوا معناها التضخم قاعد ينقص وهذا باش يعطي تداعيات على أسعار المواد الأساسية بالنسبة للمواطن اللي يعيش فيهم حياته اليومية. عشنا فترة صعيبة أثرت على كل الطبقات، كما قلت لك ركزنا على الطبقات الهشة، وطبعا كان هناك تداعيات. إن شاء الله اليوم خرجنا من الفترة الصعبة هذه وإن شاء الله التحسن مش يكون ملحوظ في 2021 و2022. في كلامك قلت الآن عديد من المرات اللي لازم المواطن يحس بالإصلاحات ويحس بالتطور اللي قاعد يصير في الاقتصاد التونسي، وذكرت أيضا اللي أكثر ثم من 80 و90 مشروع قانون موجود في مجلس نواب الشعب، معناها العديد من الإصلاحات موجودة. وقت ناخذ القطاع الخاص معناها العديد من الإصلاحات في قانون الاستثمار، البورت نتاع رادس، المؤسسات العمومية، العديد من الإصلاحات مفتوحة وتهم حتى المواطن. إصلاح التعليم، الإصلاحات كلها مفتوحة، الشوانط كلها محلولة، لكن ما كانتش هناك نتائج ملموسة اللي يحسها المواطن ويعطي معناها الثقة في الدولة. هل ما تشعرش أنه في المقاربة اللي انتهجتوها في فتح العديد من الإصلاحات في نفس الوقت تكون معناها لازمها مراجعة، وكان ركزتوا على إصلاح ولا اثنين وشوفوا فيه المواطنين والقطاع الخاص نتائج يكون أفضل؟ صحيح، عندك حق، أنا أعتقد أنه حلينا عدد كبير من الإصلاحات في وقت ضيق وفي سند سياسي ما كانش في المستوى. كيف حليت الإصلاحات هذوما الكل؟ كنت أعتقد أنه حكومة وحدة وطنية، ولكن في الواقع ما كانتش حكومة وحدة وطنية ودعم سياسي. حليت الإصلاحات هذومك يمكن ظنيت أنه السند السياسي باش يكون أقوى نظرا لقلة الخبرة السياسية. لا، مش نظرا لقلة الخبرة السياسية، نظرا للوضع اللي صار، اللي معناه وضع نداء تونس اللي هو حزب اللي أنا جيت منه فانقلب على رئيس الحكومة، ثم الخلاف مع اتحاد عام تونسي للشغل. فالإصلاحات هذه حليت شوانت كبيرة، ولكن لقيت روحي وحدي في بعض الملفات فعلا، فخلى أنه ربما كنا نركزوا على بعض الإصلاحات، ولكن زاد الإصلاحات هذيك كانت ضرورية، ما نجموش نتأخروا بها. اليوم على كل يلزم سند سياسي مهم، وذاك علاش أنا خلقت الحركة، حركة تحيا تونس، لأني أعتقد أنه يلزم سند سياسي كبير اليوم. فقط على حكاية الإصلاحات كان نواصلوا، معناها قلت اللي عندك معناها أكيد اللي عندك بعد 3 سنوات خبرة كبيرة في الإصلاحات وإلمام بالمواضيع نتاع الإصلاحات الكل. الآن في ترشحك لرئاسة الجمهورية، معناها باش يجي رئيس حكومة جديد وباش يكون هناك فريق حكومي جديد، ما تعتقدش اللي معناها كان في دورك كرئيس حكومة يكون أفضل لأنه يكون في متابعة للإصلاحات هذية، معناها باش يجيو فريق جديد باش يتعرف على الإصلاحات الجديدة باش نخسروا وقت والاقتصاد التونسي ما عادش نجم يستنى؟ أنا نظن أنه الإصلاحات هذية زاد الدور، رئيس الجمهورية عنده دور كبير، وللأسف في 3 سنوات الأخيرة كما قلت لك
معناها لقيت روحي شويه وحدي للامانه. معناها الاصلاحات هذه تتطلب رئيس جمهوريه ورئيس حكومه ورئيس برلمان وشوف نخلته معناها نقدوهم. ماهيش عمليه سهله الاصلاح، لا كوندويت دو شانجمون معناها قياده الاصلاح ماهيش سهله. انا معناها نعرف اليوم كما قلت ماذا عطل الاصلاح، وين ثم معناها دي بلوكاج نجموا نحلوهم بطريقه سريعه. رئيس الجمهوريه فقط ماهوش دوره انه يطلع الكرتاج ويقعد غاديك رئيس الجمهوريه، او ايضا شكلا لازم نغيروا مفهوم رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه لازم يكون قريب من الشعب ويزور الجهات ويمشي للناس ويسمع مشاكلهم ويسمع مشاغلهم. هذه هي فكره رئيس الجمهوريه قاعد في كرتاج ويتابع من فوق العمليه، هذه لازم نحيوها. يلزم رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه اليد في اليد يخدموا يوميا لمعناها حلان مشاكل تونس. سؤال حاب نسأله لك الآن يهم الهجرة، وخاصة تعرف اللي احنا في اليسار يحكي خدمنا برشا على هجرة الأدمغة والكفاءات، معنا الهجرة متاع الأطباء التوانسة والهجرة متاع المهندسين متاعنا، واللي وقت ننظروا إلى التصريحات متاع السفراء متاع الدول، هناك سفير يقول لك هذه هجرة اختيارية معناها هما مشاو، الآخرين يقول لك اللي ما نجمتوش انتوما تشدوهم، وفي نفس الوقت معناها هناك الهجره السريه، هناك الشباب التونسي العادي اللي كنا النجم اللي هو يقول لك خليه عندك معناها. والمقاربه اللي حتى باش يتبعونا الساده المشاهدين هو حتى معناها في جوار نتاع كوره الفريق اللي كونه ياخو منحه نتاع التكوين، والا وقت تبدا السلعه مقطوعه تمشي للعطار يقول لك ما نبيع لك الزبده اللي تشتري معاها الياغورت. واحنا ما شفناش حتى موقف واضح من الدوله التونسيه بالنسبه الى موقف بالنسبه للهجره. الهجره نتاع الكفاءات قاعدين يمشيوا وما نتكلموش، وكان نتكلموا يعملوا احراج، والهجره نتاع الشباب الاخر معناها يحرقوا وهنعطيكم معدات وما تخليهمش يخرجوا. شوف انا اعتقد انه الهجره السريه او الغير شرعيه وهجره الادمغه هو نفس الاشكال. اللي عمل الهجره غير شرعيه او هجره ادمغه هو معناها خارج من واقع وقاعد يحب يحسن الوضعيه نتاعه، وفي نفس المطاف هما زوز يحبوا يحسنوا الوضعيه نتاعهم. انا اعتقد انه رئيس الجمهوريه عنده دور مهم في معالجه هذه المشكله، هذه نقطه مهمه جدا. وانا في برنامجي هذا للاسف سي ابو بكر معناها سالت المرشحين الكل على برامجهم، الا انا ما سالتنيش على برنامجي، مش مشكله. في برنامجي نقطه مهمه جدا هي انه فتح افاق للشباب التونسي باش اليوم ما عادش نحكيو على هجرة فقط، اليوم نحكيه على موبيليتي. يلزم الشاب التونسي تكون عنده إمكانية أنه يسافر لدول أخرى بطريقة سلسة، يطلع على التجارب في أوروبا أو في دول أخرى ويرجع لتونس يعمل مشروع في تونس إلى آخره. احنا اليوم عندنا اتفاق مع فرنسا من عام 2008 يمكن من توظيف 9000 شاب في أكثر من 70 اختصاص. وعليش مفعلتوش؟ هذا هو الاتفاق هذا انا في المشروع نتاعي هو انه يقع توسعته لدول اخرى كما المانيا وبلجيكا وايطاليا، وفيه ايضا جانب لمقاومه الهجره الغير شرعيه. فيلزم يكون هناك توازن، اون جيستيون كونسيرتي نتاع الهجره الشرعيه الغير شرعيه وما يسمى باللا موبيليتي. يلزم يكون تسهيلات موبيليتي معناها لا موبيليتي اللي فما توانسه اليوم في اختصاصات معينه كي يدخل يقرا في تونس فما اختصاصات مطلوبه في دول أخرى ينجم يمشي للدولة هذيك في إطار معناها فترة معينة يكون فيها روحه، نجم تكون فترة متاع 3 سنوات أو أكثر. نعم. ويرجع لتونس يعمل مشروع ويفيد تونس بالخبرة متاعه. فالموضوع هذا من أهم أولويات رئيس الجمهورية في الفترة القادمة. عندي سؤال أخير كي ممكن بكر. السؤال الأخير في الوقت وفي الوقت ممكن معناها مشيتش شكرا. قلت في خطابك أمام البرلمان باش نرجعوا إنتاج الفوسفات، أما بشرط أنه على كل ما يخرج قطار فوسفات لازم يدخل القفصة قطار متاع التنمية. الآن إنتاج الفوسفات بدأ يرجع، ولا حتى ولو أنه مازال ضعيف، لكن قطار التنمية مازال ما وصلش القفصة. أنا أعتقد بالنسبة للفوسفات يلزم مقاربة شجاعة، مقاربة شجاعة نخرج من المقاربات التقليدية تحدثت شوية عليها. بالنسبة للقفصة يلزم نخرجوا، يلزم تنويع القاعدة الاقتصادية. ما عادش في القفصة كان الفوسفات يخلق الشغل، فما اشياء اخرى. الفلاحه لازم تكون تنجم تخلق شغل، احنا عملنا منطقه صناعيه في السقي 100 مليون دينار. يلزم تنويع القاعده الاقتصاديه حتى في الفوسفات. قعدنا في التحويل الاول البريمير والسكوندير، يلزم نمشيو لتحويل اخر كما ام الخشب وغيرها من المشاريع. فاعتقد يلزم تغيير القاعده الاقتصاديه، ويلزم ايضا يكون عندنا شجاعه وتحدثت عليها تخصيص جزء من مداخيل الفوسفات لقفصه لاحداث مواطن شغل لاحداث مشاريع. اليوم فما قانون المسؤولية المجتمعية
اللي صادق عليه البرلمان وما نقولهاش بطريقه شعبويه رجع من 2016 اي لا 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 بلو تار 2018 جوان 2018 قانون المسؤوليه الاجتماعيه المسؤوليه الاجتماعيه خطاب خطاب نحكي الخطاب خطاب انا قلت على الخطاب طبعا طبعا شوف اي لا معناها لا انطلقنا فيها يلزم ايضا المغاسل تخرج من المدينه لانه اليوم المدينه معناها مكبله بياتي المغاسل ما ثم باش تخلق جوده حياه فما تصور كامل وضعناه لولايه قفصه يتم على سنوات وفي التصور هذا انه يكون تخصيص من المداخيل الى ولايه قفصه باش نجموا نقوموا بالاستثمارات هذه ومثالش معناها ما فيش مشكل فما قانون اليوم مش نفرقوا احنا الفلوس هكا في اطار قانون معين وصندوق معين يمشي للتنميه يمشي لمشاريع معينه لاحداث مواطن الشغل. شكرا لك مازي احسن بارك الله فيك شكرا جزيلا الاستاذ الجامعي عن معهد العربي لرؤساء المؤسسات شريكنا في برنامج ساكن خرطاج. سؤال يجيك من عند سياسي عبد العزيز القطي. سي يوسف نتمنى له التوفيق. نحب نساله لانه اذا وصل الى قصر قرطاج شنو هي الرؤيه نتاعو وهل انه يفكر وكيف يفكر في مساله تغيير الدستور وتنقيح الدستور وتنقيح القانون الانتخابي؟ هل هذا من اولوياته؟ واذا يفكر في ذلك شنو كيفاش يتصور ذلك؟ ومساله اخرى مساله السياحه الحزبيه لربما زاد سؤال يتطرح عليها لانه سيعمل على انه يوقفها ولا لا؟ بطبيعه الحال بالقوانين. دونك السياحه الحزبيه سي عبد العزيز عمل لوك جديد ضعف عمل الريجيم. تحيه بالمناسبه صديقي. معناها السياحه الحزبيه اللي انت تمتعت بها معناها في خلال تكوين على تغيير الدستور. نواب جاوا من نداء تونس كونت بهم حزب جديد وهم مازالوا في البرلمان وكونوا كتله الائتلاف الوطني وايضا بالنسبه لتنقيح القانون الانتخابي والدستور. انا اعتقد انه اليوم تنقيح الدستور فما مشكله في المنظومه السياسيه في تونس حتى حد معناها الناس كل تقر بها وانا اكثر الناس اللي معناها عشت صعوبه المنظومه السياسيه ولكن اصلاح المنظومه السياسيه مش بالضروره تنقيح الدستور. نرجع لك من الجانب العملي والبراغماتي كان باش نقعدوا عامين ننقحوا في الدستور والتوانسه يستناو ماهوش هذا الهدف لانه اليوم كان باش ندخلوا في نقاشات انا هو الفصل وكيفاش ولم اغلبيه نتاع 145 في ظل التشتت اللي داخلين فيه نكونوا نبيعوا في الاوهام للتوانسه. انا قلت تغيير الدستور اعتقد معناها غير واقعي غير واقعي اليوم بالتشتت هذا باش تلم 145 ولكن المنظومه السياسيه اليوم اذا نحبوا نحسنوا النجاح نتاعها فما اشياء اخرى لازم تتغير. القانون الانتخابي موافق لازم تغيره باش يولي يعطي اغلبيه حكم باش تنجم تنقح الدستور. النظام الداخلي نتاع البرلمان لازم يتغير مش معقول اليوم رئيس حكومه باش يغير وزير لازم يمشي للبرلمان. يا خويا اعطي ثقه لرئيس حكومه وقل له احكم ونحاسبك انت والفريق نتاعك مش تتدخل له وتقول له الوزير الصحه نعديهولك على التصويت وزير التعليم نعديهولك على التصويت. انا انت تعاين وبعد تقول اذا كان ما نجحش تسحب ثقه من الوزير او من رئيس الحكومه. صادق على رئيس الحكومه واعطيه ثقه واعطيه موندا باش يخدم لمده عامين ثلاث سنين ومن بعد خليه يختار الفريق نتاعه وهذا انا عانيت منه. فاليوم اذا نحبوا نعطيو نجاح على المنظومه السياسيه مش بالضروره تغيير الدستور وانا قلت حاجه برك اذا نجموا نغيروها هي الحصانه وتسهيل اليات رفع الحصانه. اليوم مش معقول القضاء يطلب رفع الحصانه من البرلمان وما تجيش على جواب في البرلمان اي ما تجيش اجابه يلزم في ظرف 15 يوم نجاوبوا القضاء. سؤال من فيسبوك سيد يوسف سيد سؤال يقول من حياه بنعيفة يبدو لي ما هو برنامجكم بالنسبة لملف الأساتذة النواب؟ هل لم يحن الوقت بعد إنهاء معاناة هذه الفئة المهمشة من الأساتذة خاصة وأنهم أفنوا سنوات العمر في انتظار حلم الانتداب؟ يظهر لي الحكومة قامت بدور كبير في موضوع المعلمين النواب اللي كانوا ياخذوا في أجور معناها ضعيفة ومعناها ما تليقش بالمستوى نتاعهم حصلنا فيها تقريب ضعفت في 2.5 ولا 3 ولكن المسار خذا بطا شوية ايش بي ان شاء الله اليوم فما نرجع انا للتركه اللي لقيناها تاع الانتدابات الانتدابات نتاع ال 200 الف اللي صاروا اللي معناها يحب لنا 10 سنين باش نتجاوزوا المشكل هذاك اللي احنا ما نجمناش ننتدبوا للاسف ولات عندنا اكبر كتله اجور. انا اليوم عندي محاكم وما فيهمش قضاة ما نجموش ننتدبوا فما سبيطارات مسكره اليوم او اقسام علاش؟ لانه معناها ما عنديش امكانيه انتداب الميزانيه طبعا لانه كتله اجور اصبحت كتله كبرى ياسر في تونس والمشكله مع صندوق النقد الدولي للاسف معناها حاولنا عبر معناها ديزاكروباسي باش شغلنا وحدات في جربه وفي قفصه وفي غيرها من الولايات. تفضل يا عيسى مساء الخير. مساء النور.
بارك الله فيك. يعيشك بارك الله فيك. يعيشك. مرحبا. شكرا. الفقرة الثقافية مع الفائز. مرحبا سي يوسف. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دوك اليوم في آخر التدوينات اللي قريتها على التويتر، إدوي بلينيل اللي هو رئيس تحرير موقع ميديا بارت يخرج تدوينة هذه: يعيش العالم حاضرا على وقع حرائق الغابات التي طالت اليونان وأستراليا وسيبيريا وصربيا وكاليفورنيا وأندونيسيا والكونغو والغرينلاند، بالإضافة طبعا إلى رئة العالم بغابات الأمازون، وهي حرائق تدفع إلى مراجعة جشع النظريات الاقتصادية والسياسية السائدة في العالم وتضرب في العمق دعاوى السيطرة الكلية على الطبيعة. أنا كي نقرأ تدوينة من نوع هذايا ونقرأ شعار الحملة نتاع سي يوسف اللي هو تونس أقوى، ونحن عنا تونس اسمها خضرة، تونس الخضرة إيكولوجيكمون، أنت جاي من عالم الزراعة وجاي تكوينك الكل مبني على الجانب الزراعي والجانب الإيكولوجي. في حملتك أنت مرّوا كان القوة أكثرها القوة شو عملت في الحياة في الدنيا. اليوم العالم ما يتنفسش، مش قادر حتى باش يتنفس، يعني كنا نخمو في شنو اللي باش نشريه، الدنيا قاعدة تغلى والأسعار، أنت سيد الناس تعرف الأسعار تماما. اليوم نلقاو روحنا قدام الوضع هذا، ما يكونش شعار الحملة وتونس اللي نعرفوها. شوف تونسنا، شوف اش نلقاو فيها. تونسنا تونس نتاع لديات ميديتيرانيين، تونسنا نتاع السياحة الشاطئية، تونسنا نتاع المشاهد البيئية والطبيعية الجميلة. علاش في حملة يوسف ما فماشي الاسم نتاعنا تونس الخضراء أقوى؟ شوف انت ما شفتش لافيش نتاعنا، لافيش نتاعنا تحكي بالضبط اللي قلته انت، وراء تونس اقوى. فما زيتون، فما زيتون، فما الفوتوفولتايك طاقات المتجدده، فما بحر، فما طبيعه، فما بيئه. انا بالعكس اكثر هذيك حبيت نعطي الرساله هذه انه تونس دوله فلاحيه ويلزمها تحافظ على البيئه اللي اصبحت معناها شاغل يومي للتوانسه. فانا معاك تماما. اليوم السياسات التي ماهيش سياسات الدول اللي في طور النمو، هذيك سياسات الدول المتقدمة بالضبط. اللي اليوم هما عملوا النمو متاعهم ويحبوا يقيسوا معنا قد في مستوى التلوث وليزيميسيون دو سيو دو إلى آخره. هما عندهم المسؤولية، الدول هذية اللي استعمروا الدول الإفريقية واستعمروا دول أخرى، اليوم يحبوا يقاسوا، هما يتحملوا المسؤولية هذية. احنا اليوم دول يلزمها تنمو ويلزمها تكون عندها الإمكانية، ما نجموش نقارنوا روحنا بالدول هذية. أنا معاك تماما. أنا معناها ندافع على البيئة وعلى نظافة البيئة وعلى الفلاحة وعلى كل ما هو اقتصاد أخضر. أعتقد مستقبل تونس في الاقتصاد الأخضر. كي راو رواندا مثلا ونظافة رواندا وراو وسخ، سمحني في العبارة بلادي أنا ما نجمش نحكي عليه على أساس كذا، أما راو اللي وسخ اللي كلنا يلزمنا صحيح. في آخر الأمر ندفعوا في الاتجاه هذا وما ندفعوش في الاتجاه الآخر. أنا عملت حرب بين ظفرين لإرساء مشاريع الطاقات المتجددة في تونس، والحمد لله أول مشروع خرج في توزر، وعم الجاي باش يكون عندنا أكثر من 1000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، خلي نخرجوا نمشي بطاقة الرياح وطاقة الشمس في تونس. أنت تكوينك كما قلت لك في العلوم طبعا الفلاحية، وأنت خريج لينات وهك فهمتني صحيح. والمعهد هذا معهد أنا اللي معناها مش عجبت له خاطر أنا ما نعرفوش، اما اكيد بتتر انت تعرفه فهمتني. انا البارح عملت زياره بس بارفي. المعهد هذا يا سيدي عمره اليوم معناها اكثر من 120 سنه، سكي بالنسبه 1898 بالضبط. 1898 علاش نعرف؟ علاش خاطر انا خرجت عام 1998 كانت سنه المئويه اكزاكتومون. دونك نعرف سي بارفي سي تري تري بيان. دونك التيز نتاعك وفيت vous avez soutenu une thèse sous la direction de du professeur Jean-Christophe Birou. فهمتني والتيز نتاعك هذيا تحمل العنوان التالي طبعا نترجم كانت معناها تصلحني اذا كانت ترجمه كذا: قيس مدى تاثير الاسواق الزراعيه على المبادلات وتحسن الاوضاع المعيشيه. طبعا المقصود هو بالنسبه لاوروبا تحديدا. طبعا انت تعرف واضح في اخر الامر تعرف المسائل هذه وخاصه في المنطقه الاورومتوسطيه بالاساس. طبعا الشغل نتاعك ما هو شغل فلاحي فحسب، هو شغل فلاحي وشغل ايضا اقتصادي وتجاري. بربي سامحني التيز هذيا اللي ديفيسيل داكسيدي ا فوتر تيز، دونك الي با بوبليي تو 15 ans.
Elle a été soutenue depuis 15 ans, n'est-ce pas 7 mars 2003. Exactement. شو هو الحاجة الباهية تو على هاك عمل تيز دونك ما فما شكون خرج شك قال ما عندوش دكتوراه. احنا مشنا غادي. لا شوف انا عملت معناها انا خرجت معناها بورسي دو غوفرنمون تونيزيان وهذاك علاش انا مدين للدولة التونسية اللي مكنتني باش نعمل اون تيز دكتوراه في معناها مدرسة راقية في فرنسا طبعا باري غرينيون. خدمت على اليوم فما حروب على المواد الفلاحية في العالم. بين فرنسا وامريكا على مثلا الـ معناها التبادلات التجاريه صحيح. حروب كبيره جدا فما دي لوبي كبار ياسر كيما في السكر كيما في الـ في بوكو فو لافي با بوبلي لا تيز لا لا تيز لي بوبلي اون ارتيكل موجوده معناها لي بوبلي مو جوني فيو ان سول ارتيكل اون انجلي مي جي با فيو جوستومون لي فوالا فوالا انا جوني با فيو انا تيز قديمه يمكن فيها 2003 تيز كبيره بوكو فو لافي با بوبلي جوستومون لا مش انا لي بوبلي انا عملنا على الاقل 6 أو 7 معناها دي زارتيكل في معناها مجلات علميه وي ثم جانب مهم جدا ما نعرفش اسكي لي بوسيبل باش نخرجوا لا فيديو Quelle est la pire des inégalités ? Quels sont les hommes inutiles dans le monde moderne ? Inutiles, bien sûr, au sens économique. Il y a eu, dans les discussions que j'ai eues autour de ce livre, des malentendus. Donc, moi, je parle d'inutilité économique. Ce n'est pas les gens qui sont inutiles, simplement le fonctionnement de l'économie les a rendus inutiles aux autres économiquement. Alors, qui est-ce ? Dans les pays riches, par exemple, c'est les chômeurs de longue durée, déclarés ou pas, hein, ou les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail, ou les vieux qui en sont sortis trop tôt, et puis c'est tous ceux qui enchaînent des petits boulots, qui eux, bon, survivent sans assistance nécessairement des autres, mais qui ne peuvent absolument pas progresser, qui sont enfermés dans les trappes et qui toute leur vie vont faire des petits boulots sans possibilité de construire quelque chose pour eux-mêmes. شنو مبررات هالفيديو هذه؟ Voilà, اللي قدامك هو سي بيير نويل جيرو ou بيير نويل جيرو اللي يعرفوا هو أكثر اليوم شخص في آخر الأمر عنده توجهات الدافع على تصورات ما تتوافقش بالضرورة مع منطق العولمة وخاصة في الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية أنا نتواجه لسيوسف لأن سيوسف أكيد عنده معرفة بالجوانب هذه تعرف اللي العولمة كيما عندها جوانب إيجابية خاصة بالنسبة للبلدان اللي بيه ميرجون اللي خرجوا كيما عندها جوانب سلبية وجيرو يتحدث على جوانب سلبية وأنا اللي استرعى انتباهي هو الفكرة متاعه هذه اللي هي لومينوتي دو بونيزاج دو ليكونومي معناها بنادم اليوم مع العولمة يقعد سنوات الله 20 و30 سنة نحكي على الشبيبة ما نحكيش على الناس في عمري أنا نحكي على الناس اللي عمرها صغير يقعد 20 ولا 25 سنة فواغ 30 عام يقعد يخدم دون مانيير بريكير ما يخلطش يكون اللي يلزم يكونه أي إنسان طبيعي هذاك اللي يخلف سي بو بكر هذاك اللي يخلف حاجة اسمها la lamination totale de la classe moyenne. Or, إذا تهلكت la classe moyenne شنو اللي يقع؟ سي يوسف تظهر التيارات اليمينية ويظهر الفكر المتطرف والقصوي. حسب رأيك. هو على كل العولمة هذه معناها la mondialisation et la globalisation. أش محذر لنا أنت؟ شوف لا أنا معناها هذه أثبتت فيها الإيجابي وفيها السلبي وأثبتت سلبيات. أنا ناخذ جانب مهم جدا مثلا العولمة هذه في الجانب السلبي تحب معناها une uniformisation مثلا نتاع الثقافة. أن الكلنا نوليو نتفرجوا في نفس صناعة الأفلام أنا عندي ثقافة خاصة بي في تونس ونرفض أني معناها بين ظفرين ثقافتي تتميع بين ظفرين مع الثقافات الأخرى والواحد في المئة مش يعطينا ثقافة نجم نبيعوها لغيرنا إن شاء الله هذاك نعتقد أهم قرار يمكن ربما من أهم القرارات اللي خذيتهم في الحكومة هو رفع ميزانية الثقافة إلى 1% عام الجاي ميزانية الثقافة إن شاء الله تكون في حدود 470 مليون دينار هذايا للثقافة وللتراث وتونس دولة ثقافة فنرجع معناها للعولمة العولمة فيها إيجابيات ولكن احنا اليوم ما نجموش يحطونا على نفس قدم المساواة مع الدول المتقدمة اللي في ال50 سنة اللي فاتت استغلت موارد بعض الدول في افريقيا باش هي نميت روحها وهي لوثة العالم واليوم يجيو يقولوا لنا احنا نحطوا نفسنا في نفس معناها يعطيونا لا احنا اليوم دولة في طور نمو ونطمح ومن حقنا انه يكون عندنا طموحات اكثر ومنش نقارنوا روحنا بايام وهذاك علاش معناها مثلا في المبادلات التجاريه القطاع الفلاحي تم معناها اعطيناه
ان تريتمون سبيسيال لانه ما نجمش نقارن الفلاحه نتاعي بالفلاحه الدول الاخرى او في نرجع للاليكا فما معناها اون ريغل امبورطونت اللي هي لاسيميتري انه فما دول ماهيش في نفس مستوى التقدم وغيرها يفو با ديفلوب دونك باش نرجع من جديد لمسائل الفلاح لكن باش نرجع لحاجات انا تعز عليا ياسر لانها تونسيه على الاخر ويلزم تونسه يعرفوا اللي قدامهم هذا تونسي بال 100% ولا 50% ولا 60% قداش النسبه في هذا الامر فوالا دونك اش يقولوا تونسه على الفلاحه طبعا يقولوا اشتا شده واش يقولوا بعد وربيع منما والصيف ضيف ايوه والخريف هو العام الخريف هو العام وثم حاجه اخرى حبيت نحكي فيها معك ثم عند التوانسه كي بعد ما يكملوا الحصاد ديما يزردوا اللوليا والصالحين نتاعهم ويجمعوا ويفرحوا طبعا بالصابه نتاعهم ها وبعد ما يلموها طبعا ما يخليوهاش ها خاصنا كيما سنا فما حاجه عند التوانسه زاده مهمه جدا بخلاف الزرده وهذا يدل على قيمه التونسي فما حاجه اسمها تويزه وفما حاجه اسمها المعونه تعرفش ايش معناها تويزه والمعونه هو انه الفلاح يخلي الزريعه نتاع العام اللي بعده تويزه لا المعونه اي والتويزه لا ما نعرفش التويزه وقت اللي الفلاح يفقد الدابه اللي يحرث عليها يجيو جيرانه الكل يجتمعوا ويتعشاو عنده ولا يفطروا عنده ويلموا له حق دابه جديده باش ينجم يحرث عليها يعطيك الصحه شكرا سي لطفي ديما تعلم فوالا سي كوم سا لو ديبريف نخدموا مع الديبريف ونستقبلوا سنده تجين وانا جزائري الاسئله العالقه مع الأسئلة في الكريسة الجايبة سندا تجين أنا عندي سؤال عالق هكا على الطائر أنه موقفك من الإسلام السياسي حركة النهضة التمايز غير واضح حتى تقول أنا العائلة الوسطية وتمايزك مع هذه مع العائلة هي مع الطائر الإسلام السياسي مش أنا ضد الإسلام السياسي أنا ضد الإسلام السياسي وبربي هذه كل مرة حكاية النهضة نرجع لها راهو النهضة ما جابهاش يوسف الشاهد النهضة جابها الصندوق والبيجي قائد سبسي هو اللي عمل له وثيقة كارتاج أنا كنت مكلف فقط بتطبيق وثيقة كارتاج اللي فيها اتحاد الشغل وفيها النهضة وفيها المبادرة وفيها النداء إلى آخره والنهضة موجودة في الحكم منذ 2011 وحكومة الحبيب السيد ما نجمش تطلع من غير النهضة معناها اليوم هالمغالطات نحبوا معناها نخلقوا هذا كان في كارتاج اثنين في كارتاج اثنين وقت صارت الحكايه هذه خلقوا حكايه هذه يوسف الشاهد نتاع النهضه انا مختلف عن النهضه في عائله سياسيه مختلفه كانت هناك شراكه حكم ولكن ليس هناك شراكه استراتيجيه. نيجي زيني عندي لك زوج اسئله سؤال سياسي وسؤال اقتصادي تجاوز الوقت بكثير دبلوماسي باش نبدا لك بالسؤال الدبلوماسي الاقتصادي انت وعدت التوانسه سي يوسف باش تكون تونس مفاوض كفء في ملف الاليكا مع الاتحاد الأوروبي وتعرف اللي برجاميني سفير الاتحاد الأوروبي في تونس قال فك الانترفيو الشهيرة في صحيفة الموند قال الأليكا أصبحت كبش فداء في المناخ الانتخابي في تونس حب نسألك شنية النقاط اللي باش تعتمد عليها لحماية مصالح تونس في الفلاحة وفي الخدمات في هذه عنده الحق يعني للاسف الاليكا تم استعمالها كورقه انتخابيه اللي معناها اكد لك انه 90% من اللي يتكلموا على الاليكا ما قراوش الاليكا ما قراوش الفلاحين ما قراش الاليكا لا معناها اليوم نحكيوا كانه ثم انا كور حاضر باش يتصحح ما هم مطلعين فما نقاشات وفما كذا وناس عندها المعلومات عندهم مخاوف سامحني بربي هذه خلينا نفضوها راهو ما ثماش واحد وطني اكثر من اخر في تونس شبيه هما وطنيين اكثر منا ولا احنا الكلنا ندافعوا على البلاد هذه وكلنا بطريقتنا احنا لاليكا هذه فما اشياء بيان سور كي دخلنا نتفاوضوا عندنا مبادئ عامه اول مبدا هو كما قلت لك لاسيميتري نتفاوضوا مع دول متقدمه وعندها اقتصاديات اقوى منا هذا يلزم يتم اخذه بعين الاعتبار ثاني مبدا هو لا بروغريسيفيتي يعني ان اخذ بعين الاعتبار انه ما ثماش التدرج في التنفيذ التدرج في التفاوض والتدرج في التنفيذ مش معناها باش نعمل اتفاق انا اليوم باش لا هذوما الزوز مبادئ الاساسيه اللي تم فيهم وثالث شيء ما هي المكاسب لتونس؟ خي انا باش نعمل اتفاق من غير ما ناخذ مكاسب لتونس، ثم هذا الكل الاتفاق مش باش يتعدى على مجلس النواب الشعب، راهو فما اليات هذه باقي الحكومه وكان باش تصحح حاجه سامحني في الكلمه تحت الحيط،
ثم آليات معناها واضحة. احنا في إطار تفاوض وطلبنا برشا أشياء، وطلبنا حرية التنقل اللي معناها لمسدي الخدمات في تونس، وطلبنا حرية التنقل لرجال الأعمال باش ينجموا زادة يسهلوا لهم الأعمال نتاعهم، وطلبنا أشياء كثيرة معناها، وأطلقنا دراسة باش نشوفوا تداعيات الاتفاق هذا على تونس. إذا ثم تداعيات سلبية ما نمشيوش فيها، مانيش معناها مقيدين احنا بحكاية لاليكا كما طيب. تم ترويج إليه وأن باش نصحوا اتفاق قبل نهاية 2019، هذا كله مش صحيح. سندة، احنا اليوم قدامنا رئيس حكومة سابق يقول فما زوز حاجات قلتهم اللي نحب نفهمها. يقول انا سمعت كما الناس الكل، وهو يحكي على ملفات صارت في الوزارات نتاعو، ويقول زادة نحب نمشي بلاش قوانين على خاطر عندك اكثر من 100 مشروع قانون معطل. لا لا ما قلتش. كيفاش شفت كيفاش تغيروا لي؟ انا ما قلتش. شو اللي قلت؟ انا شوف انا نسير في حكومة وعشت نعرف شنو. اليوم اذا نجم ننفذ قرار او ناخذ موقف او قرار من غير ما نعمل قانون، فما اشياء تتطلب قوانين وفما اشياء تتطلب اوامر، نجم نتعدى بامر او نتنجم نتعدى بمجرد قرار في الاصفر كما يقولوا في الاداره، او امر في الاخضر. ما نمشي في الساهل باش نسرع، لانه اش معناها قانون؟ نبعث قانون للبرلمان يتعدى على لجنه ثم يتعدى على الجلسه العامه، في ظل معناها المشكل في البرلمان اللي عندهم عدد كبير اكثر من 100 قانون، يتعطل لك القانون والمستفيد من ذلك القانون يبدا. فاذا ساعات نرقاو مش على كيفي، هو فما اشياء تتطلب قوانين فما اشياء تتعدى باوامر. نذكر انا مثلا وقت الصحفيين باش نعملوا وكاله الاشاره العمومي، كنت تذكروا الصحفيين حبينا نعملوها بامر باش نسهلوا باش تدخل في صح، جيو قالوا لنا لا ما تجيش المستشار التشريق، انا نجي كان بقانون. عدينا بقانون هاك تستنى توا، وللاسف الصحفيين ما نجموش يستمتعوا به معناه بالفوائد القانون هذا فقط. هذا هو معناه ديما نخير اني جيفيت ان نتعدى بقانون، لانه القانون يعطل فقط، ولكن هذا قانوني مش نعمل فيه بطريقه غير قانونيه. لطفي عيسى باش نكتفي بسؤال لانه الوقت جوست كيستيون معناها كيما تخط فريمون عندها سنوات. القانون الانتخابي تلك اللي في اجوردي عمره ما مش يطلع اغلبيات، وانت ما اعرف مني انا وانا مع تغييره في برنامجي لكن القضيه ماهيش في تغييره. القضيه في ذهني انا واللي قاعد يقع في تونس اليوم هو لا كرياسيون دان بلوك هيستوريك. كيفاش نجموا نخلقوا في تونس كتله تاريخيه قادره باش تدافع على وجهات نظر تدي الى تمكين الفئات الوسطى، نرجع مجددا الفئات الوسطى باش تعود للانتاج وتدمج اكثر ما يمكن الاقتصاد التونسي. كيفاش نخلقوا ان بلوك هيستوريك في البرلمان تقصد؟ اي مي او دولا دو لا شامبر، انا نقصد في اخر الامر كيفاش تتوجه الراي العام. نقول الراي العام معناها اللي يعملوا في السياسه وغير اللي يعملوا في السياسه. هذه هي قدره على الليدرشيب بالضبط، القدره على معناها تفسير الخطاب بالضبط. القدرة على مخاطبة الشعب التونسي، وأنا قلت رئيس الجمهورية يكون عنده قدرة باش يفسر ويخرج يكلم بطريقة مباشرة وبطريقة مسترسلة الشعب التونسي ويفسر له، لأنه هنا لازم نخدموا على العقليات. صحيح. مسألة العمل حتى حد ما تحدث عليها. صحيح. قيمة العمل اليوم فقدنا في تونس قيمة العمل. نطالبوا طيب نطالبوا، ولكن قبل ما تطالب اخدم بلادك ومن بعد طالب. منسوب الثقة طبعا، هذا منسوب اليوم بالحاكم والمحكوم لازم يتحسن. شكرا. الشعوب اليوم اللي تطورت هي الشعوب اللي خدمت وشمرت على سؤال. عملنا ساعتين و21 دقيقة تقريبا قد الاخرين باش ما نزيدوش اكثر وقت. تولي فما عندي سؤال صغير معناها تسمح تجاوز الوقت ساعتين و20 دقيقة ومازالوا فرصة. شكرا جزيلا. شكرا لك نادي الجزائري، بارك الله فيك، سامحوني. شكرا لك لطفي عيسى، شكرا لك سندا تجيد، شكرا لكل الفريق اللي خدم معنا، شكرا لك سيد السوسيد، بارك الله فيكم ضيفنا اليوم في سكن كارتاج. نلتقي غدا نفس التوقيت. سعد علي على خير.